السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحضور الكرام مساء الخير عليكم. مع حضراتكم آية قاسم فايس بريزيدنت AABG مطروح. بنرحب بحضراتكم معانا في تاني سيشن من سلسلة التيك لوج سوفت وير. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمها لنا ضيفنا السيشن اللي فات، وإن شاء الله هنطبق المعلومات في سيشن النهاردة في نموذج حي تقدروا تطبقوه في مجال عملكم. رحبوا معايا بالبشمهندس محمد سمير، سعداء جدا بتشريف حضرتك لينا يا باشمهندس. ربنا يخليك يا آية، تسلمي يا رب، شكرا لذوقك. ألف سلام على السلام عليكم. وعليكم السلام. بسلم بس لحضرتك يا باشمهندس، أنا دكتورة ولاء. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه، اخبارك؟ أنا فاكولتي AABG مطروح. اهلا بيكي، اهلا بيكي، منورة بس دايما. أنا دخلت عشان أسلم على حضرتك وأقول لك شكرا جدا على السيشنات وعلى الشغل الجامد اللي عامله مع ربنا الشاطر. يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، تسلمي يا رب. وبالتوفيق إن شاء الله، وسيشن موفق بإذن الله. جميعا جميعا يا رب ان شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا يا باشمهندس. تسلمي يا اتفضل دكتوره، اتفضل، تسلمي. الله يخليك. طب ايه، احنا هنستنى شويه ولا هنبدا على طول، ولا شايف لسه العدد ما مش زي المره اللي فاتت، او تحبوا ايه يعني؟ يعني هندسة ممكن حضرتك تبدأ وإن شاء الله الناس بتخش يعني. طيب خلاص تمام، انتوا كده السكرين باين عندكم. تمام، ممكن بس حضرتك تعمل بريزنتيشن مود. تمام، طيب زي ما احنا شفنا كده المره اللي فاتت، احنا بس كان الهدف، انا برضو اللي عايز اوضحه في حاجه، ان احنا يعني مش مرتبطين برضو قوي بموضوع عدد السيشن ده، يعني انا بحاول برضو ما يبقاش الكم كبير قوي عشان الناس تقدر تستوعب. في نفس الوقت انا عندي لو الواحد طالع بمعلومه او اتنين عرف يطبقهم، هيبقى دي اكتر حاجه بالنسبه للاستفاده. فزي ما اتفقنا احنا اوريدي لينا سيشن تالت ان شاء الله، بس لو احتاجنا ان احنا نكمل حاجه هنحاول ننسقها بعد العيد طبعا، بناء على ظروف امتحاناتكم، بحيث ان انتوا لو حبيتوا بعد كده نعمل حاجه تانية ان شاء الله، حتى تبقى بعد الامتحانات مش هتفرق خالص معايا، اهم حاجه ظروف كنتوا ان شاء الله، وربنا طبعا معاكم في الامتحانات باذن الله. الهدف في المره اللي فاتت ان انا كنت عايز اعمل عمليه ريفرش، لان في ناس كتيره ما خدتش ويل لوجينج، او في ناس خدت وما هضمتش الموضوع، او في ناس خدت وكانت القصه مرتبطه ببعض الايكويشنز اللي بتطبق على طول من غير ما يكون في تول فيزيكس نفسها، بحيث ان انا ابقى فاهم التول بتشتغل ازاي. فطبعا الفكره كلها انا امتى هقدر اعمل كيو سي على الحاجه، او اقدر اقول الحاجه دي بتقرا صح او بتقرا غلط، لما اكون فاهم هي بتشتغل ازاي. انا النهارده راكب عربيه وماشي بيها، طول ما هي ماشيه فانا بالنسبه لي هي سليمه، رغم ان انا سامع صوت عالي، رغم ان انا شايف عداد الحراره بيزيد، رغم ان انا شايف البنزين بينقص معايا. ففي حاجات كتيره انا عشان مش فاهم في شغل العربيات فمش قادر افهم ان في مشكله، بس انا اللي مخليني مطمن ان العربيه ماشيه بيا ومكمله. بس هتيجي في لحظه هتقف، لان انا ما قدرتش اخد بالي من كل المشاكل اللي ظاهره دي، لان ما عنديش خبره بالموضوع. فده اللي بيحصل بالظبط، انا بستلم اللوك علشان انا مش عارف التولز بتسجل ازاي، او مش عارف حتى اللوج السكيل بتاعه عامل ازاي، او اليونت بتاعته شكلها عامله ايه. فبالنسبه لي انا خدت اللوج فرحان وبعرضه وبحطه على السوفت وير وشايف زيت وشايف وشايف وشايف، رغم ان انت نفس البير اللي انت شفته النهارده بعد ما هيعدي عليك سنه من دلوقتي، بعد ما تشوف ابار تانية وتشترك في مسابقات تانية وتشتغل في شركات وتعمل وتيجي ترجع تاني، هتقول ايه الهبل اللي انا كنت عامله ده، ده فعلا انا كنت عاكك الدنيا خالص وفاكر نفسي ملك الانتربريتيشن وهي الدنيا اصلا معكوكه. فعشان كده بقول لك كل ما هتقرا كتير وكل ما هتشوف كيس ستاديز كتيره وتشوف اكزامبلز كتيره، هتحس بعد كده الموضوع بقى بسيط وسهل، والورك فلو هيبقى في دماغك ما فيهوش اي مشاكل، مش هيبقى مخيف ولا حاجه، بس هبقى قادر ساعتها اعرف المشاكل اللي موجوده في البير هي راجعه للتول نفسها، ولا اللوج نفسه انا محمله غلط، ولا انا شغال بورك فلو حاجه سابقه التانيه، او مدخل بارامتر مش مظبوط، مدخل لوج مثلا المفروض ان هو يبقى فراكشن وانا مدخله بروست يونتس زي نيوترون. فكل ده هيظهر لك مع الشغل. فبعد ما انا عرفت كل تول ممكن استفيد منها ازاي، المفروض ان انا ببدا اعمل انتجريشن للكلام ده كله، ببص على الكلام ده كله مع بعضه مره واحده، الجامعة عاملة ازاي، الدنستي ونيوترون شكلهم عامل ازاي، طب الريزستيفتي عالية ولا قليلة، طب السونيك شكلها عامل ليه كده. ولما اتكلمنا المرة اللي فاتت كنا ادينا ثلاثة انتربريتيشن للريزستيفتي، قلنا ان ممكن تكون الريزستيفتي قليلة عندي لو انا بتكلم على انترفال ووتر بيرنج هي مية،
او ان انا بتكلم على شيل فهو كوندكتيف فهلاقي برضو الريزستيفتي قليله، او الريزستيفتي عاليه في حالتين، او قلنا ثلاث حالات. ممكن تبقى فريش ووتر، فطبعا ساعتها الريزستيفتي هتبقى عاليه عشان المايه اللي عندي فريش، او ممكن يبقى تايت ريزرفوار، واتفقنا ان انا لو ما عنديش بروستي خالص او البروستي قليله نسبيا جوه الخزان فبقول ساعتها ان الريزستيفتي عاليه بسبب التايتنس اللي عندي، او ممكن يكون عندي هيدروكربون فعلا. بس قلت قبل ما احكم على الهيدروكربون لازم اتاكد ان في قيمه للبروستي عندي كويسه جوه الريزرفوار. عندي بقى البروستي 8 10 12 20 واتيفر الرقم، بس في قيمه موجوده هيقدر ساعتها الالكتريك كارنت اللي انا ببعته عن طريق التول بتاعتي هيقدر يوصل للفورميشن عشان اقدر اقيس المقاومه بتاعه الفورميشن بتاعي. فحاولت ابسط الورك فلو اللي انا بشتغل بيه لما باجي اعمل انتربريتيشن. اول حاجه لازم اتعرف عليها هي الليثولوجي. انا بالنسبه لي لو انا مش عارف انا بشتغل على الليثولوجي نوعه ايه، فانا بالنسبه لي يعني بضبش قاعد بعمل بارامتر وحاجات قدام حاجه ممكن تكون اصلا مش ريزرفوار. فاول حاجه لازم اعرفها لازم اعرف الليثولوجي اللي عندي، وعندي طرق كتيره بعرف منها الليثولوجي. ممكن ابدا بالديتش كاتنج بالوصف بتاع العينات اللي جايه لي على الشيل شيكر للبنات اللي ما راحتش طبعا للريك سايت. انا بكسر تحت وبحفر، ما ينفعش اسيب اللي تحت ده يتجمع ويبوظ لي الدنيا، لازم اطلعه اول باول على السيرفس. فبنسميها ده الهول كلين بتاعي، ان انا بنظف الحفره اللي انا بحفرها. اللي بيطلع لي على السيرفس ده باخده وابدا اوصفه واشوفه تحت الميكروسكوب. طبعا بيختلف غسيله، لو انا كنت بحفر بميه فالعمليه سهله بمجرد ان احنا بنشطف العينات كده ونشوفها تحت الميكروسكوب على طول، لكن لو كنت بحفر بأويل بتبقى العمليه صعبه شويه، لان بتبقى العينه نفسها اتصبغت او كلها خلاص بقت مليانه اويل مطرح المض اللي كان بيحفر بيه. فلازم عشان اعرف اشوفها كويس تحت الميكروسكوب لازم اغسلها الاول بديزل وبعد كده اغسلها بميه عشان اقدر ان انا اشوف العينات بصوره كويسه واقدر اوصف الالوان والدنيا بتاعتها كلها وافرق ما بين الصخور وبعضها. الحاجه الثانيه الكور ديسكريبشن، لو انا بتكلم على ان انا قطعت كور جوه البير بتاعي فببدا ان انا اوصف الكور دوت. طبعا الكور ممكن كتير يكونوا شافوا شكله، لو انتم ما شفتوش هبقى اجيب لكم ليه صوره، يعني بحيث ان احنا بالكور ده لما بيطلع بيبقى زي السلندر كده، اسطوانه كده مدوره مقطوعه من الروك زي ما هي على بعضها على حسب الانترفال اللي احنا محددينها من الاول. هنقطع بقى 20 قدم 30 قدم 80 قدم على حسب احنا عايزين نغطي من الخزان قد ايه، وعلى حسب هل الريزرفوار ده هوموجينيوس ولا هيتيروجينيوس. يعني ايه هوموجينيوس؟ يعني انا عندي بادي كبير 500 قدم مثلا ساندستون كلهم شبه بعض، فلو قطعت جزء معين هقدر ان انا ادرس الخزان كويس، فمش لازم اقطع انترفال كبيره. لكن مثلا لو انا عندي بادي كبير من الكربونيت 1000 قدم، شويه في الطوب بيبقى شيلي كربونيت، بعد كده حبتين بيبقى دولوميتك، بعد كده في البوتوم بيبقى كالكيريوس، فعندي الفيشز كل شويه بتتغير، فالليثولوجي مش ثابت. فبقول ساعتها ان الريزرفوار ده هيتيروجينيوس، هو متنوع مش حاجه واحده شبه بعضها فوق زي في النص زي تحت. فلازم اقطع انترفال كبيره وادرس الكور ده كله عشان اقدر احكم الديفرنت فيشز اللي موجوده دي بتاثر ازاي على البرودكشن بتاعي في الاخر. الطريقه الثالثه للليثولوجي اللي هي الكروس بلوت. جزء مننا ممكن يكون اتعرض لموضوع الكروس بلوت ده، واشهرهم طبعا الدينستي نيوترون، ان انا بحط الداتا بتاعتي على بعض البلوتات اللي هي اوريدي موجوده جوه السوفت وير، موجوده جوه الكتب، موجوده هارد كوبي وممكن اطبعها واشتغل عليها مانيوال، بحيث ان انا بقدر اتعرف على الليثولوجي اللي عندي. طبعا مش سهل قوي انك ترمي النقط وتعمل انتربريتيشن، لان نشوف اكزامبل بعد شويه ان اكوردنج للليثولوجي اللي موجود انا اقدر اخمن اللاينز اللي عندي دي بتمثل ايه. يبقى اول حاجه هعملها النهارده في الشغل بتاعي على السوفت وير ان انا احدد الليثولوجي. وانا صراحه النهارده لو خرجت من السيشن بتاعي ان انتوا فهمتوا ازاي تحددوا الليثولوجي ابقى بالنسبه لي وصلت لايه لسكسس كبير زي ما بيقولوا، لان بعد كده انت خلاص بتطبق معادلات اوريدي جوه السوفت وير، معادله الشيل، معادله البروستي، معادله الووتر ساتوريشن، كلها معادلات انت فاهم ايه البارامتر اللي فيها هتطبقها وهيطلع لك ارقام، وبناء على الارقام دي بتوصل لاخر مرحله ان انا بطبق حاجه اسمها الكاتوف اللي هي الشروط. انا عايز اطلب من السوفت وير بعض الشروط اللي يطبقها بحيث ان هو يقدر يفرق ما بين الريزرفوار والنان ريزرفوار. يبقى انا لو نجحت النهارده ان انا اطلع الليثولوجي للبير اللي احنا هنشتغل عليه يبقى انا كده قدرت ان انا اوصل لكم حاجه تبقى اول جزء ليك في الانتربريتيشن.
بعد ما بتتعرف على الليثولوجي بتبدأ تحسب الشيل فوليوم. طبعا الشيل فوليوم بيختلف مننا احنا كناس بيشتغلوا بالويل لوجينج ومن الجماعة بتوع الكور. يعني ايه؟ احنا كل اللي بنعمله ده بنسميه indirect measurement، هي قياسات غير مباشرة. احنا بننزل تول بنبعت عن طريقها حاجة وبنستقبل حاجة، وبناء على الارسال والاستقبال دوت انا بخمن physical properties للصخر، بخمن خاصية معينة للروك اللي عندي، بروستي، بيرميبيليتي، ريزيستيفيتي، اي عفريت جوه الريزرفور، بخمن الخاصية دي بناء على حاجة بتحكم فيها من التول اللي معايا. ببعت بقى جاما ري، ببعت بقى زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت نيوترون، لو تول ادفانسد زي الان ام ار بيبقى معايا مغناطيس بتحكم في الهيدروجين اتوم اللي جوه. اي حاجة قدر الانسان يلاقيها كتأثير على الصخر انه يطبقها ويشوف رد الفعل بتاعها، ويقدر هو من القصة اللي بتحصل دي يخمن خاصية معينة. الصخر كان رد فعله سريع، فانا قدرت اخمن ان البرمابيليتي والبروست عاليين. الصخر كان والفيسكوستي بتاعته كانت قليلة، هو مش فيسكس ولا حاجة، هو سوليوشن بيرميبل. الصخر رد فعله كان بطيء جدا وخد وقت كبير قوي، ده ممكن يكون الصخر تايت فالبروستي قليله فالبرمابيليتي قليله، فالفلويد اللي جوه هايلي فيسكس ممكن يكون هيفي اويل مثلا، عشان كده الريسبونس بتاع الصخر ما كانش حلو، فده لو كواليتي ريزرفوار. يبقى كل اللي بعمله ده indirect measurement. اما الراجل بتاع الكور هو ابن حلال قاعد في المعمل جايب عينات وبيطبق عليها حاجات مباشره، يديها هيليوم مثلا جاز عشان يقيس البروستي على قد الكميه اللي الصخره هياخدها، قدر يحسب البروستي قد ايه. طب هو الراجل ده خمن او ضرب الودع؟ لا، ما ضربش الودع، هو ادى فول، فتح الجاز وبدا يدخله جوه الروك على قد الكميه اللي خدها الصخر، قدر يحول الفوليوم ده لبروستي. يبقى الكلام ده كله دايركت ميجرمنت، هو معاه عينات حيه من الريزرفوار بيطبق عليها ويشوف رد فعلها ايه، لكن هو مش جايب تول بتعمل الكلام ده. فبالنسبة له هو البروست اللي بيقيسها في اللاب دي ممكن تبقى توتال او افكتيف على حسب طريقة التست هتتعمل ازاي، مش هخش في تفاصيل عشان ما لخبطكش دلوقتي. بس بالنسبة لي انا كويل لوجينج، انا عشان احول التوتال بروستي لافكتيف لازم احسب الشيل فوليوم. هنشوف المعادلة اثناء ما احنا شغالين في الباوربوينت. طيب مؤقتا، انا لما باجي احسب الشيل فوليوم عندي طرق كتيرة جدا، اشهرهم الجمري ثم يليها الدينستي نيوترون. طبعا احنا ممكن نتكلم على الجمري واحنا شغالين واوريكم برضو الدينستي نيوترون، مفيش مشكله. الجمري بتبقى كويسه جدا لو انا شغال عن قدام ساند ستون مش متاثر بيورانيوم، بنسميه هوت ساند. اتفقنا المره اللي فاتت ان في ثلاث اخوات لو موجودين جوه الفورميشن هياثروا على الجمري عندي، هم اليورانيوم والبوتاسيوم والثوريوم، واتفقنا ان البوتاسيوم والثوريوم هم دول اللي بيمثلوا الكلي كونتنت او الشيل فوليوم او الكلي فوليوم. طبعا في تساؤلات كتيره، هي اسمها شيل ولا اسمها كلي؟ كنت انا اديت سيشن قبل كده بشرح القصه دي، هقولها باختصار. هتخش على التيك لوك هتلاقيه مسميها الشيل فوليوم، هتخش على الاي بي اللي هو السوفت وير الانتراكتيف بتروفيزكس هتلاقيه مسميها الكلي فوليوم. طب هو ايه الصح؟ هو الصح ان احنا بنحسبه ده اسمه كلي. ليه؟ لان احنا ما معنى كلي؟ هو ريليتد للكلي مينرالز اللي موجوده. في بعض الكلي مينرالز اللي هي معادن الطينيه زي المونتمورنايت، الكلورايت، الكاولينايت، السميكتايت، كل الايلايت، كل الكلام ده بنسميها كلي مينرال. وجودها جوه الريزرفوار بيمثل لي كلي فوليوم. طيب امال تعريف الشيل ايه؟ الشيل هو ميكس كلي وحاجه ثانيه. يعني لما الاقي الصخر بيتكون من كلي وممكن يبقى معاه نسبة من الساند ونسبة من الدولومايت ونسبة من الانهيدرايت and so on أسميه شيل. بس عشان يتسمى شيل لازم نسبة الكلي تزيد عن 40%، ده زي الكتب ما قالت. يبقى تاني، اللي احنا بنحسبه بإيدينا ده اسمه كلي فوليوم، زي ما هنحسبه من الجاما، هنحسبه من الدينستي نيوترون، ممكن يتحسب من السوريوم والبوتاسيوم، ممكن يتحسب من الريزيستيفيتي، ليه طرق كتير جدا. طيب امتى يبقى اللي هيطلع من اللوج ده اسمه كلي فوليوم؟ امال الصخر امتى يتسمى شيل؟ لما نسبه الكلي تزيد عن 40%. طب زادت عن 40% بقى الصخر اسمه شيل. طب وبقيه ال 100% هيبقوا ايه؟ جزء ممكن يبقى كوارتز ساند، جزء ممكن يبقى دولومايت، جزء ممكن يبقى سيلت، جزء ممكن يبقى انهيدرايت، ميكس تاني من الليثولوجي اللي موجود عندي. طيب حسبت الشيل وبعدين هبدا احسب البروستي. هي دي اهم فاكتور
موجود في المعادله بتاعه الاويل ان بليس او الجاز ان بليس. هو احنا كل الفيلم اللي بنعمله ده ليه؟ هناخد جائزه نوبل؟ لا، كل الفيلم اللي بنعمله ده عشان اطلع الخواص بتاعه الصخر. انا راجل جيولوجي النهارده معايا واحد بتروفيزيست شغال، بقول له بعد اذنك انا عايز الخواص بتاعه الريزرفور عشان احسب الفوليوم. هدف كل الشركات وورلد وايد وفي كل حته في العالم اني اعرف عندي فوليوم قد ايه في السب سيرفيس، عندي كميه جاز قد ايه، عندي كميه اويل قد ايه. ولو انتوا خدتوا المعادلات دي في الكليه، مش كل اللي موجود في السيرفيس، سوري، مش كل اللي موجود في السب سيرفيس هقدر انتجه. لا، انا بحسب حاجه اسمها الاويل ان بليس او الجاز ان بليس. انا افرض مثلا ان انا عندي تحت 100 مليون برميل للاويل، انت هتقدر تنتج قد ايه من ال 100 مليون؟ عندي حاجه اسمها الريكفري فاكتور، بناء على الفاسيلتيز، بناء على البريشر بتاع الريزرفوار، بناء على بارامتر كتير قوي بيحسبوها الجماعه الريزرفوار. هيقول لك مثلا والله انا الريكفري فاكتور بتاعي 50%. يعني ايه؟ يعني انا بامكانيات شركتي والبايب لاينز والفاسيلتيز وكل حاجه عندي اقدر انتج 50% من اللي موجود تحت في السب سيرفيس. يبقى ال 100 مليون هتقدر تنتج انت منهم 50 مليون. هنتجهم في قد ايه؟ هنتجهم في 20 سنه. تيجي الهيئه العامه للبترول تقول لي والله كل يوم انت بتبعت لي تقرير انتاج لشركتك. جينا بعد 15 سنه بيحاسبني. انا قلت له هنتجهم في 20. جه هو بعد 15 بيحاسبني بيقول لي ها وصلت لايه في الانتاج؟ قلت له والله انا من ال 50 مليون انتجت 40. تمام، انت كده ماشي زي الفل. يعني لسه فاضل لك 5 سنين ولسه فاضل لك 10 مليون. يجي بعد ال 20 سنه المفروض ان انا انتجت ال 50 مليون وخلصت اللي تحت، مش هجيب تاني. فبقول له دلوقتي والله انا فوجئت بعد ال 20 سنه ان انا انتجت 60 مليون وما زلت بنتج. الله، طب الفرق ده جه منين؟ من عند ربنا؟ يبقى في من الاول مشكله، انت ما كنتش حاسب الفوليوم اللي تحت صح. هو ما كانش 100 مليون، ده كان 150 مليون. والريكفري او الريكفري فاكتور بتاعك هو مش 50، هو ممكن يكون 60 او 70. نبدا نعيد في الحسابات ونبدا نعيد الفوليوم من الاول تاني ونشوف احنا انتجنا قد ايه وفاضل قد ايه. دي اللعبه اللي بنلعبها مع الهيئه. ممكن تلاقي نفسك كنت حاسب على بروستي 16%، جه واحد بتروفيزيست عمل ري ايفالويشن لللوجز قال لك لا، ده الراجل اللي كان شغال ما خدش باله، ده البروستي 19 مش 16. طب وهل الثلاثه بروستي يونت دول هيفرقوا معايا؟ طبعا، واحده بروستي يونت بس في المعادله بتفرق كذا الف برميل في الحسابات بتاعتي. يبقى انت كراجل بتروفيزيست بتبروفايد بالبارامتر بتاعت الريزرفوار اللي هي ايه؟ اللي هي البروستي، الووتر ساتوريشن، والسمك بتاع الخزان او النيت بي اللي انت هتنتج منه. هنفهم ايه الفرق ما بين نيت ريزرفوار ونيت بي، بس ده لما هنوصل للكاتوف ان شاء الله. فانت طبعا اول حاجه بتحسبها بتبقى التوتال بروستي، بنحسبها من الدينستي، من النيوترون، من السونيك، وبنحول التوتال دي لإفكتيف. هنلاقي في معادله بتقول ان الفاي إفكتيف بتساوي الفاي توتال مضروبه في واحد ناقص الشيل فوليوم. عشان كده انا لازم احسب الشيل فوليوم الاول وبعدين احول التوتال لإفكتيف. واتفقنا ما مفهوم الإفكتيف؟ دي البروست اللي كونكتد ببعضها، دي اللي مسؤوله عن عمليه الفلو اللي هي البرمابيليتي اللي هي البرودكشن. لو انا النهارده معايا قيمتين للبروستي، 25% دي التوتال و18% دي الافكتيف، هدخل مين فيهم في معادله الهيدروكربون؟ هدخل ال18، لان دي اللي بتمثل البروستي الكونكتد ببعضها، الانتر كونكتد بروستي. بعد ما بحسب البروستي بتاعتي بوصل للمرحله الاخرانيه اللي هي الووتر ساتوريشن. فيجي واحد يقول لي طب وانا المفروض احسب نسبه الميه جوه البورز اللي عندي ولا نسبه الهيدروكربون؟ هو اصلا تعريف الووتر ساتوريشن ايه؟ دي البور سبيس اللي موجوده وادي البور سبيس اللي موجوده الثانيه وبنوصلهم ببعض. بنسمي دي البور بادي، ده الجسم، ودي بور بادي، ودي البور ثروت، الرقبه اللي بتوصل ما بينهم اللي بيحصل فيها عمليه الفلو. طيب ما باجي اقول كلمه ووتر ساتوريشن هي نسبه الميه قد ايه في البورز اللي موجوده عندي. لو انا قلت ان الميه 50% دي 50% ميه، يبقى ايه ال 50% التانيين؟ الهيدروكربون، سواء بقى اويل بس، سواء جاز بس، سواء ميكتشر ما بين الاثنين. انا ما عنديش معادله في الاويل اند جاز اندستري بتحسب الهيدروكربون ساتوريشن، ما عنديش معادلات اتعملت لحسابات الهيدروكربون، لا، كل المعادلات اللي اتعملت بتحسب الميه قد ايه. طب انا عايز اعرف نسبه الهيدروكربون. ما هو لو انا عرفت الميه
هقدر اقول لو المية 40% يبقى الهيدروكربون 60، لو المية 30 يبقى الهيدروكربون 70، يبقى الهيدروكربون ساتوريشن بيساوي 1 ناقص الـ SW. طبعا معادلات الووتر ساتوريشن لا تعد ولا تحصى، عندك ارشي، عندك سيمندوكس، عندك اندونيسيان، عندك يوهاز، عندك مش عارف واكسمان، معادلات بالهبل. طبعا بنعمل لها ديفرنشيشن اكوردنج لحاله الخزان، هو كلين ريزرفوار ولا شيلي ولا قصته عامله ازاي، وطبعا لو في عندي ميه محسوبه من الكور ممكن نعمل بيها كاليبريشن، قصه كبيره شويه. بس احنا للتسهيل طبعا ولو الريزرفوار سيمبل عندي بنشتغل بارشي ايكويشن اللي انت خدتها في الكليه وبنتعرف على البارامتر بتاعتها. طيب انا دلوقتي حسبت ايه؟ انا عرفت الليسولوجي، عرفت احسب الشيل، حسبت البروستي وحولتها الافكتيف، حسبت الميه، فاضل اخر مرحله ان بطبق الشروط. انا معايا دلوقتي 3 لوجز اتكريتوا معايا واتحسبوا، ايه هما؟ شيل، بروستي، ساتوريشن. جيت النهارده بقول والله انا عايز ربنا يكرمني ان شاء الله واتجوز، فعايز اختار عروسه، فحطيت 3 شروط للعروسه اللي انا هختارها دي. يكون ابوها وامها متوفيين عشان ما اوجعش دماغي مع حما وحماتي والكلام ده كله، ويكون عندها فيلا ويكون عندها عربيه، مفيش اسهل من كده طبعا. فانا كان متقدم لي 5، بدات اطبق عليهم الشروط دي، شوف الغرور. كان متقدم لي 5 وبدات اطبق عليهم الشروط دي، فلقيت ان الشروط مثلا في الاخر هتصفي على بنت واحده بس، هي دي اللي انا اخترتها. ده اللي بيحصل بالظبط. انا النهارده والله حسبت البروستي في الخزان كله، حته طالع فيها البروستي ب 4، حته ب 6، حته ب 8، حته ب 10، حته ب 20، حته ب 25. فببدا ان انا اقول للسوفت وير بص بقى يا حاج انا تعبت خلاص، انا عرفت الليسولوجي وحسبت البروستي وحسبت الساتوريشن وحسبت الشيل. قال لي طب عايز ايه بقى؟ قلت له ما مش هقعد بقى اقرا القرايات بتاعتهم في ألف قدم، انا هديك شروط خد طبقها، واللي تلاقي الشروط ديت تنفع معاه نور لي الدنيا عشان اشوف. بيعمل حاجه اسمها فلاج، شكي بيترسم، بيقول لي والله يا محمد الشروط اللي انت طلبتها مني في الحته دي وفي الحته دي وفي الحته دي. طب ماشي، انا هتفق معاك الاول ان في شروط تقول الصخر ينفع يكون ريزرفوار ولا لا. ايه هم الشروط دول؟ البروستي والشيل. يبقى ديبند على قيمه البروستي والشيل فوليوم هقول الصخر بتاعي ينفع يكون ريزرفوار او نون ريزرفوار. طب هفرح؟ ما تفرحش قوي، ما هو ريزرفوار بس لو طلع كله ميه انا ما استفدتش حاجه. فانتقل لمرحله اخيره اني بدور على حاجه اسمها النت بي، اللي هو تعريفه الهيدروكربون بيرنج انترفال، الحتت اللي فيها اويل او جاز. طب دي هتبقى بيزد على ايه؟ على الووتر ساتوريشن. يبقى ده الشرط الثالث. يبقى انا لو جيت النهارده اقول لك بعد اذنك الشيل ما يزيدش عن 40%، ادي الشرط الاولاني، والبروستي ما تقلش عن 10%، ادي الشرط الثاني. طبقتهم على السند اللي عندك لقيتهم 100 100، قلت لي خلاص ده كده ريزرفوار. طب والشرط الثالث سعادتك؟ ان الميه مثلا ما تزيدش عن 50%، انت الصخر بتاعك ادي ميه 20%، يبقى كده اترقى من كلمه ريزرفوار وبقى بي. يعني ايه؟ يعني جواها هيدروكربون، يعني الحته دي ينفع اشاور عليها واقول للراجل بتاع البرودكشن والريزرفوار انجينير يا جماعه خدوا الانترفال دي واعملوا فيها بيرفوريشن وخرموا وانتجوا. لا ده الميه 80%، لا يا جماعه ما تفتحوش الكلام ده، لان الكلام ده لو اتفتح هينتج ميه فقط لا غير. يبقى انا ساعتها بحصل على حاجه اسمها الريزرفوار والبي، هم دول بتبقى اخر مرحله في حسابات البير اللي عندي. طيب لو حبيت اتعرف على الليسولوجي بعمل ايه؟ دي اول حاجه. اولا بس الصوت كده مسموع ولا مال. يعني خليكم تمام. انا عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني، ليه لما كان عندي 100 مليون برميل ما ينفعش انتج منهم غير 50 بس؟ يعني اللي يخش يقول اسمه كده ويعرفنا بنفسه. انا اسمي هناء. طيب تمام، ازيك يا هناء عامله ايه؟ تمام الحمد لله. طيب انت قلتي ليه لما كان عندي 100 مليون برميل ما ينفعش انتج منهم غير 50 بس؟ بص يا هناء، هو لاسباب كتيره جدا. اولا احنا لما بنحسب الهيدروكربون اللي موجود ده تمام، في حاجه اسمها قدره الشركه على الانتاج. انا النهارده اشتريت الكونسيشن دوت او اجرته من الهيئه لمده 20 سنه، حلو كده؟ طيب ال 20 سنه دول انا قوه البمبات اللي بنتج بيها واللاينات اللي بتنقل الهيدروكربون تخليني انتج في اليوم 5000 برميل. لو ضربت ال 5000 برميل مثلا في ال 20 سنه مثلا هنتج 10 مليون، بس الفوليوم اللي تحت 20. فهل انا بعد ال 20 سنه
هنتج ال 20 كلهم ولا 10 فقط لا غير، بناء على الامكانيات بتاعتي. بناء على امكانيات 10 بس. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت كل ما بتنتج من الريزرفوار كل ما البريشر بتاعه بيقل، بيحصل حاجه اسمها ديبليشن للريزرفوار، قدره الانتاج بتاعت الريزرفوار نفسها بمرور السنين وبسبب السحب الكتير بالبمبات اللي احنا حاطينها بتضعف قوه الخزان نفسه، فبيحتاج سيميوليشن بقى، بيحتاج ان انا اعمل ووتر انجكشن، اعمل جاز انجكشن، فتلاقي نفسك بدل ما كنت بتنتج 5000 بقيت تنتج 3000، بقيت تنتج 2000، ولو ما عملتش حاجه اسمها ورك اوفر وبدات تسبورت بابار ميه او حاجات تزق معاك الانتاج هتنتج اقل من الاول. فكل العوامل دي وطبيعه الخزان نفسه هيحصل له ديبليشن بسرعه ولا لا، وهيتاثر، ومع الانتاج بالذات لو بنتج من ساند ستون الفاين ساند اللي بيسد البروستي ده، او انا بنتج من كربونيت هتحتاج كل فتره ان انا اعمل اسيد جوب او اعمل فراك او احسن الخزان باي طريقه من الطرق، ده كله بيخليني ما بعرفش اجيب كل اللي موجود في السب سيرفيس. فاهم قصدي؟ فلازم كل شويه يتعمل ابديت للاستادي ويتعمل ابديت للريزرفوار حالته عامله ازاي عشان اعرف هقدر انتج قد ايه من اللي موجود من السب سيرفيس. وبعدين هو سؤال برضو، هل احنا متاكدين بنسبه 1000000% اللي احنا حاسبين كل اللي في السب سيرفيس صح؟ لا مش متاكدين. يعني هي بتعتمد لان احنا من الاول يعني ولا بتبقى اكتر من كده؟ والله بصي، في شركات بتنتج 30%، في شركات بتنتج 50%، في الغاز ساعات لو هو الريزرفوار جاز مش اويل ساعات الريكفري فاكتور ده بيوصل ل70%، لكن عمر ما حد وصل في الريكفري فاكتور ل100%. فاهماني؟ فهمت. وفي الاخر زي ما اتفقنا مع بعض، وفي الاخر زي ما اتفقنا مع بعض، احنا كل الارقام والقياسات دي ان دايركت ميجرمنت. يعني هل انا مطلع البروست 18 هي، هل هي فعلا في السب سيرفيس 18؟ الله اعلم. انت فاهم قصدي؟ فاهم. طب السؤال الثاني، مش المفروض ان البرميابيليتي تبقى عامل اساسي عندي؟ يعني انا لو عندي بروستي حوالي مثلا 12% والبرميابيليتي عاليه، فاللي هو خلاص تمام هحفر عندي في البيت. هحفر عندي ايه؟ في البير يعني هستنتج منه. طب ايه المشكله؟ يعني انت دلوقتي بتدي اكزامبل ان البروستي 12% والبرميابيليتي عاليه، هنقول مثلا 10 ملي دارسي 15 ملي دارسي، حلو هحفر وانتج. ايه بقى المشكله؟ اتخذ البرميابيليتي كعامل اساسي اكتر من البروزيت. ما هو معلش، هو انا ايه اللي هيكنترول عندي الفلو؟ مين اللي هيخلي الفلو يحصل للبير، البروستي ولا البرميابيليتي؟ طب ما انا ممكن يبقى عندي بروزيتي بس ما عنديش كونتاكت ما بينه، يبقى هنتج من البير. لا ممكن انتج، ممكن اعمل فراك، ما ده اللي كنا بنحكي فيه، اعمل فراك بقى واعمل انا طرق كده اخلقها فراكينج عشان يقدر عشان ايه؟ ما هو ده ممكن يأثر لي عندي على السيلوج اللي موجود. تعالي نتفق اتفاق من حاجه مهمه، مش شرط معنى ان البروستي عاليه تبقى البرميابيليتي عاليه، ومش شرط معنى ان البروستي قليله تبقى البرميابيليتي قليله. حلو، في الكربونات بنلاقي البروستي قليله جدا 3-4%، بس في فراكشر، في فراكشرز موجوده جوه بيبقى البرميابيليتي فيها عاليه جدا، وممكن ان انا اضطر، بما ان انا زي ما انت اتفقتي وقلتي من شويه ممكن يبقى عندي البروستي موجوده بس مش كونكتد ببعضها، فاضطر ان انا اعمل فراك. ده مش هياثر على السولج ولا حاجه، بس انا بسبب ان الريزرفوار عندي لو بيرميبل فانا هعمل فراك جواه عشان اقدر انتج، لان انا متاكد ان البروست اللي جوه دي غرقانه زيت بس مش كونكتد ببعضها، فده السيميوليشن اللي انا هعمله للبير عشان اقدر انتج منه، لان هو في الحاله دي بقى انكونفشنال بالنسبه لي. هو الكونفشنال العادي بيقدر ينتج لوحده لان البروست فيه كويسه والبرميابيليتي فيه كويسه، لكن انت في الكيس اللي حكيتي فيها انا عندي بروست زي الفل بس ما عنديش برميابيليتي، البرميابيليتي ضعيفه جدا، او العكس بروستي قليله قوي والبرميابيليتي عاليه، فانا بحاول اشوف طريقه تحسن انتاج الريزرفوار اللي موجود عندي. تمام، شكرا لحضرتك. فاهم قصدي؟ تمام. او معلش، هل ممكن اخلق برميابيليتي؟ يعني ممكن يبقى عندي بروزيتي نوت كونكتد ببعض، اعمل اي حاجه تخليها تبقى كونكتد ببعض؟ ما هو ده الفراكشرنج اللي احنا بنعمله او بنختصره في كلمه فراك، فراكينج، ان انا بخش جوه الصخر بضخ سوليوشن معين زي البروبانت ماده كده، بحيث ان انا هنفرض مثلا ده كان الصخر منظره اهو، انا ضخيت ماده هنا كسرت جوه الصخر الباص ده وحطيت ماده جواه
تخلي الباص ده ما يقفلش تاني بحيث يقدر الفلو يحصل في الجزء ده. ده الميكانيزم بتاع الفراك، ده اللي بيعملوه الجماعه بتاع البرودكشن انجينيرنج. فده ده مفهوم التخليق، او بلاش نقول تخليق عشان ما يقولوش علينا بنخلق الناس، خلينا نقول هي دي قصه الفراكنج، ان انا هعمل انديوسد فراكشر، انا اللي هحط فراكشرز او باص او انديوسد بيرميابيليتي عشان اقدر اخلي عمليه الفلو تحصل جواها. دي فكره الفراك، وده اللي بيحصل في الشيل. لما بيجي يقول لي جاز شيل او اويل شيل، هو الشيل اصلا في بيرميابيليتي، ده الشيل الصخر الوحيد اللي في الدنيا اللي زيرو بيرميابيليتي، بس هو عشان سورس روك فالبروستي ممكن يبقى جواها الهيدروكربون، ما قدرتش تعمل مايجريشن، ما عرفتش تخرج من السورس وتروح للريزرفوار. ليه؟ ما اتفتحلهاش سكه، ما حصلش اي فراكشرنج او شرخ في الصخر او فولت بحيث ان الاويل يخرج من السورس يروح للريزرفوار. طب حصل ايه في الحاله دي؟ فضل الزيت محبوس جوه السورس نفسه، ما حصلش اي مايجريشن. يجي الجماعه يعملوا ايه؟ يدرسوا السورس روك، درسوه لقوه فعلا ده فيه هيدروكربون، والهيدروكربون ده حصل له عمليه ماتوريشن بس ما حصلوش مايجريشن. طب يا جماعه نعمل ايه دلوقتي؟ يلا ننزل وننتج من السورس نفسه. دي قصه الشيل والجاز اويل، صح؟ الشيل اويل والاويل جاز، سوري، الجاز شيل والاويل شيل. طب ننتج منه ازاي وهو ما فيهوش بيرميابيليتي اللي انت لسه قايلها ببقك دلوقتي حالا؟ هخلق بيرميابيليتي، هعمل فراكنج جواه عشان اقدر اعمل باص طريق يقدر الاويل يمشي فيه. في حد كان هيقول حاجه؟ في حد من الشباب كان يسأل حاجة؟ أنا كونفنشنال ريزرفوار، صح كده؟ تمام. ما هو ده كده الان كونفنشنال بتاع اللي أنا بعمل فيه الفراك، اللي هو إيه الديفينيشن بتاعه؟ لو بروستي لو بيرميابيليتي. لا يا باشمهندس، تسلم. حبيبي تسلم. طيب، يبقى أول مصدر هعرف منه الليثولوجي هو المضلوج. دي العينات اللي طلعت لي على الشيل شيكر. زي ما اتفقنا العينات اللي اتكسرت تحت طلعت لي على السيرفس فوق. بنسمع طبعا السامبل كاتشر والمادلوجر والداتا انجينير والناس اللي هي ماسكه اليونت بتاعه المادلوجينج اللي بتشقى وتتعب عشان موضوع التوصيف والغازات والقصص دي كلها. الراجل ده بيطلع لي سكتش بالمنظر ده، بيبقى لوج كبير، بناخده هارد كوبي، بناخده بقى ديجيتال، وات ايفر شكله عامل ازاي، متوصف فيه العينه. بيقول لي والله انا العينه لما طلعت لي تحت الميكروسكوب لقيتها 100% شيل. لا ده انا هنا لقيت فيه شيل ولايم ستون ودولومايت، بس وانا شايف الدولومايت اللي هو الخطوط بتاعته مايله شويه وفاتح في اللون ده، وصفت حاجه اسمها اويل شوز، بقع الزيت. قدرت اشوف تحت الميكروسكوب في العينات تحت الميكروسكوب وانا بوصفها بقع للاويل اللي موجود. فطبعا ده انديكيشن ان في حاجه عندي بروميسنج جوه الانترفال دي. الغازات كانت ماشيه بترند معين وبعدين جت عند الحته الحلوه دي وبدات تزيد. ده بنسميه الباك جراوند، الباك جراوند جاز. يعني ايه كلمه باك جراوند؟ والله الغازات كانت ماشيه الترند بتاعها 1000 بي بي ام، هوب جيت عند الانترفال دي الباك جراوند زاد من 1000 بقى 5000. ده انديكيشن ان برضو في حاجه في الحته دي. فلما جيت اوصف بقى الليثولوجي اهو، ده النسب، وده بنسميه الانتربريتد، اللي هو بقى بحط انتربريتيشن في الاخر بيزد على الجاز وعلى بارامتر الحفر كلها، ان من وجهه نظري ان الانترفال دي كلها مينلي دولومايت، هو ده الريزرفوار اللي عندي. طبعا انتوا عارفين ان الدولوماتيزيشن ان انا بحول الكالسايت لدولومايت، وده بيحسن البروستي اللي موجوده عندي جوه الصخر، مش في جميع الحالات عشان برضو نبقى يعني بنتكلم اونست. دايما العادي ان الدولوماتيزيشن بسبب ان الكالسيوم بيحل محله مغنيسيوم وهو اصغر في الاتوميك سايز بتاعه، فبيخلق بروستي او بيحسن البروستي او بيعمل سكندري بروستي جوه الصخر. بس هل في جميع الحالات؟ لا، هو دايما موضوع الدولوماتيزيشن في الانيشال ستيج بتاعت الدايجينيسيس بيحسن البروستي، بس ساعات في الليت ستيج الكريستالز دي بتبدا تكبر 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 وتعمل حاجه اسمها كريستال اوفر جروس، تكبر وتسد البروستي خالص، فتلاقي البروستي ماتت جوه الصخر. فده في الليت ستيج. بس خلينا احنا بنتكلم ان ده الدولومايت العادي اللي بنشوفه في المرحله الاولانيه للدايجينيسيس، ان هو هيحسن البروستي. فلما بدا الدولومايت يظهر في الصخر، بدات الغازات تزيد، بدا الراجل يشوف بقع زيت في العينات، فكل ده اداله انديكيشن ان هو عنده ريزرفوار. طيب، يبقى اول طريقه لمعرفه الليثولوجي كانت الديسكريبشن بتاع المضلوج. يبقى انت كراجل جيولوجي بتروفيزيست مونولوجيست اي حاجه، قبل ما تبدا انتربريتيشن ارجع للمضلوج،
شوف الراجل الويل سايت او الاوبريشن جيولوجيست كان بيوصف العينه ازاي. هل الراجل ده توصيفه قران؟ لا مش قران، ممكن يكون وصف غلط، بس على الاقل اداك انديكيشن ان انت عارف ان الانترفال دي دلوقتي اللي موجود فيها شيل وعيله الكربونيت. ما هي عيله الكربونيت؟ لايمستون ودولومايت. مين ازيب من مين؟ هنحاول نفهم من اللوج بقى. يبقى انت دلوقتي مش داخل ماسك اللوج عمياني، مش داخل ماسك اللوج ومش عارف هو ايه اللي في الخزان، لا حصرت الفورميشن او الريزرفوار بتاعك دلوقتي. انا داخل ادور على ثلاث حاجات في الانتربريتيشن، دولومايت ولايم وشيل. واحد تاني شاف الوصف ساند وشيل بس. انا داخل النهارده اعمل انتربريتيشن في انترفال الوصف بتاعها عباره عن ساند ستون وشيل، لكن ما اخشش انا على الكروس بلوت كده هبقول لي بقى واللي هو ارمي النقط وكل ما الاقي شويه نقط جنب خط ده في دولومايت وفي ساند وفي شيل وفي انهايدرايت وفي سولت، وفي الاخر اصلا يكون اللوج بايظ بسبب الوش اوت وانت قاعد بتعك. يبقى دي اول حاجه بصينا عليها كانت المد لوج. طيب تاني حاجه هبص عليها الكور. انا النهارده راجل قطعت كور اهو او خدت حتى بلاجات منه. ساعات بناخد من الكور ده بنكسر حته كده من تحت بالشاكوش بنسميها تشيبس، زي الشيبسي اللي انت بتاكله كده، شريحه صغيره كده. يعني اول ما الكور بيطلع عندي على الريك سايت، انا كراجل بتروفيزيست، كراجل ويل سايت، كراجل اوبريشن جيولوجيست، بعمل ايه؟ الكور ده مثلا لو هنفرض ان هو 50 قدم، بقطعه كل قدم يعني كل 3 متر، سوري بقطعه كل متر يعني كل 3 قدم. انت عندك الواحد متر بيساوي 3.281 فيت، بالبلدي كده المتر بيساوي 3 قدم وشويه. التحويله دي ما تنساهاش، هتفضل عارفها لحد يعني ما تسيب القطاع خالص. المتر ال1 متر بيساوي 3.281 فيت. فاحنا بنقطع الكور كل متر يعني كل 3 قدم، فانت بتوصف الكور كل 3 قدم. فبعمل ايه؟ هدغدغ الكور وابوظه؟ لا، بالراحة كده بالشاكوش بتيجي عند كل 3 قدم تاخد حتة من تحت كده بالراحة زي الشيبس كده، زي الشيبسيايه بالشاكوش، وتاخدها على الايه؟ على اليونت بتاعت المد لوجينج وتشوفها تحت الميكروسكوب. ده الوصف المبدئي اللي انت بتعمله كراجل ويل سايت. بس الكور نفسه لما هيروح بقى في الكور لاب في المعمل بتاع الكور هيتوصف بتفاصيل اكتر. بس انت مبدئيا بتديني انديكيشن في المكتب للجماعة المديرين والبتروفيزيست والناس كلها، الكور كان عباره هل احنا قطعنا الكور كله في شيل مثلا فاحنا كده فشلنا لمؤاخذه. لا، ده احنا في عندنا هو ساند ستون وفي عندنا لايم ستون وفي عندنا ساند تاني وساند تالت، فانت بتعمل وصف سريع كده للقصه دي. طيب لو انا دلوقتي حسيت ان الوصف مكلكع مش قادر افهم، العينات مش واضحه، حتى اللوج لما جالي في حاجات برضو كده مش قادر يعني مش عارف الريسبونس شبه بعضه كده، في حاجه ملخبطاني ساعات كده، بنخش في حته كده بتبقى عك انهيدرايت على سند على شيل على لايم ستون على دولومايت، ميكس رهيب زي السبخه والحاجات دي، بتحس نفسك يعني ايه يا جدعان في احنا دخلنا فين. تمام، فبنعمل حاجه اسمها الاكس ار دي اللي هي الاكس راي ديفراكشن. بناخد السامبلز ويعمل له عمليه ديسكريبشن تحت الاكس ار دي تحت الاكس راي، ويبدا انها بتدي له النسب بتاعت كل مينرال موجود. مثال مثلا اهو العينه اللي كانت طالعه عند 2470 عباره عن 48% كوارتز 49% دولومايت وشويه حاجات ملهاش لازمه، يبقى تقريبا النسبه 50 50، 50% كوارتز 50% دولومايت، يبقى ممكن يكون ساندي دولومايت او دولوميتك ساندستون. جيت في العينه اللي بعد كده هنا مثلا عند 2530 لقيت الكوارتز بقى 1%، كالسايت 98 تقريبا في المية، يبقى العينة دي تقريبا 100% لايم ستون. فده بنعمله الاكس ار دي ديت، بنعمله على العينات برضو اللي طالعه من الديتش كاتنج اللي انت شفتها في المود لوج. بناخد نفس العينات دي نبعتها اللاب تتشاف تاني كاسين سيكشن ويتعمل لها الاكس ار دي دوت. ده بيدي بيكس كده، بيك كل بيك مميزه لنوع معين من الصخور. ده طبعا في الحاجات اللي هي الهيتيروجينيوس اللي بيبقى الليثولوجي فيها الديسكريبشن بتاعه صعب. يبقى أول حاجة المد لوج، تاني حاجة الكور، تالت حاجة بقى الكروس بلوت اللي احنا هنعمله بعد شوية على التيك لوج. سمعنا عن الدينستي نيوترون أهو، أدي الدينستي نيوترون كروس بلوت، هنفهم بعد شوية ده عبارة عن إيه. عامل لاين للساند ستون وعامل لاين لللايم ستون وعامل لاين للدولومايت، وفي إريات تانية هنتعرف عليها بعد شوية.
في بلوت تاني بنسميه الام والان، بس دول ما لهمش دعوه بالام والان بتوع ارشي، التانيين بيكتبوا سمول، دول كابيتال، دول بنسميهم المينرال ايدنتيفيكيشن. هبقى اوريك المعادلات بتاعتهم. الام دي عباره عن معادله بين الدينستي والنيوترون، والان معادله ما بين النيوترون والسوليك. دول معادلتين برضو، بنحط الام على الواي اكسس والان على الاكس اكسس، وبنشوف النقط بتقع فين. دي الاريا بتاعت الكوارتز، دي الاريا بتاعت الكالسايت، دي الاريا بتاعت الشيل، وهكذا. تمام. ده كروس بلوت ثالث ما بين الدينستي والبيف. ادي الدينستي اهي، وادي البيف اللي احنا تعرفنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو الفوتو الكتريك لوج، اللي قلنا ان هو بيساعدنا على الليثولوجي. عندك ده اللاين بتاع الكوارتز، وده الدولومايت، وده الكالسايت، بتشوف النقط بتاعتك هتقع فين. ده كروس بلوت رابع ما بين الابارنت يو ماتريكس اللي عندي والدينستي بتاعت الماتريكس اللي موجود. ابقى اديكوا فكره عنه برضو. بس اللي انا عايز اوصله في الاخر ان دي كلها انواع الكروس بلوت اللي ممكن تقول لي هو ايه الليثولوجي اللي موجود عندي. يعني هدف الكروس بلوت دي كلها بانواعها المختلفه انها بتكونفيرم ايه الليثولوجي اللي عندي. طيب هفوكس منهم على واحد، وياريت نركز في الصوره دي قوي، لان نفس اللي هنشوفه على الصوره حالا ده اللي احنا هنطبقه على السوفت وير كمان حوالي 10 دقائق. طيب البلوت بيتكون من ايه؟ البلوت بيتكون من الدينستي لوج على الواي اكسس، بتجيب الكيرف بتاع الدينستي تحطه على الواي اكسس. السكيل بتاعي من 2 او من 1.9 لحد 3، ده معناه ان الدينستي هتزيد في الاتجاه ده، وكل ما بتزيد الدينستي معناها ان الصخر بيبقى مور هارد. اقل صخر في الكثافه بتاعتي هو السولت، ده الهاشرنج دوت، ده بتاع السولت. دايما كثافه السولت بتلاقيها 2.01 2.05، بتلاقيها تقريبا الراوند الاثنين. 2 ايه بقى؟ ما اتكلمنا المره اللي فاتت على الوحده بتاعت الدينستي، قلنا جرام بير سي سي، لان الكثافه بتساوي ماس ديفايدد فوليوم. قلنا الماس بالجرام، وقلنا الفوليوم بالكيوبيك سنتيمتر، او اللي هو بتاع المكعب ده، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي عشان انا ما كنتش باخد عربي. اللي هو كيوبيك سنتيمتر، اللي هي سنتيمتر عليها 3 من فوق. فاحنا خدنا كلمه سنتي، ادي اول سي، وكلمه كيوبيك دي ثاني سي، فعشان كده احنا اختصرناها وقلنا جرام بير سي سي. تمام كده. يبقى الكثافه هتزيد في الاتجاه ده. اكتر صخر في الدنيا كثافته عاليه جدا 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 هو الانهيدرايت. فدايما النقط بتاعتك لما هتقع في المنطقه دي هتبقى دي المنطقه بتاعت الانهيدرايت، تقريبا هتلاقيها 2.95 2.97، وساعات بتوصل الى 3. يبقى كده بالراحه. افرق ازاي بين السولت والانهيدرايت؟ اقل كثافه هي الملح، واعلى كثافه هي الانهيدرايت. طيب هنعمل ديفرنشيشن كده ما بين الصخرين دول سريعا، ونرجع للبلوت ده تاني. هعمل كده وامسح القيم دي ونرجع تاني. لو انا عايز بس حد متطوع يرغي معايا، مين يحب يرغي معايا؟ حد يقول لي انا هرغي معاك، ما يخافش، مش هعمل له حاجه ولا اخد منه فلوس. يلا حد يفتح المايك ويقول لي انا هرغي. انا مستعده. يلا يلا انا رغيه. انا رغيه. طيب بص يا ستي، احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نفرق بين الصخرين دول، انهيدرايت وسولت. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ايه الحاجه اللي هتخلي الجاما ري تعلى عندي في القرايه؟ هم ثلاثه اخوات، مين هم؟ حاجات كلها اللي هيبقى فيها بوتاسيوم او يورانيوم او سوريوم. حلو قوي. اللي هم مين بقى؟ اللي هم شيل. ما انا اصبري بس بقى يا رغاي، اصبري. طيب مش انت قلت عايز حد يرغي؟ ماشي، ما انت جاوبت على السؤال، ما تخشيش في سؤال تاني. تمام. طيب ما تخشيش في قوي يعني. طيب تعالي نشوف الكيميكال كومبوزيشن بتاعهم ايه، ونشوف هل هما الاثنين فيهم حاجه من الثلاثه الاعداء ولا لا. بالنسبه للانهيدرايت، التركيب الكيميائي بتاعه كالسيوم صلفيت CaSO4، وبالنسبه للملح التركيب الكيميائي بتاعه صوديوم كلورايد NaCl. زي ما نحط موجب هنا وسالب، معلش الخط وحش بس انا عشان بكتب بالماوس. طيب لو جينا نشوف، معلش انت ما قلتيش اسمك ايه؟ اسمي الاء. الاء، بصي يا الاء، بالنسبه للجمري هل في حاجه من التركيب الكيميائي بتوع اخواتنا البعد دول تعلي الجمري؟ لا. كالسيوم صلفيت
وصوديوم كلورايد، هل فيهم يورانيوم او بوتاسيوم او ثوريوم؟ لا لا. حلو، يبقى الجاما راي قليله، يبقى الجاما راي قليله. هل انا عرفت افرق ما بين الصخرين دول باستخدام الجاما راي؟ لا. حلو، نخش على اللوج اللي بعديه، النيوترون. اتفقنا المره اللي فاتت ان النيوترون لوج هو عباره عن ان بقدر اقرا البروستي من عليه مباشره، صح كده؟ تمام. طيب ابشرك خير، الانهيدرايت البروستي بتاعته بزيرو، والصود البروستي بتاعته بزيرو. دول الصخرين دول نحطهم في دماغنا، دول الصخرين اللي موجودين في الدنيا اللي ما فيهمش اي بروستي، دايما مش هلاقي قدامهم غازات، دايما مش هلاقي اي قرايه للنيوترون قدامهم غير قرايات بالماينس. ما معنى كلمه بالماينس لحد ما نشرح السكيل؟ معناها انها زيرو بروستي. هل قدرت افرق ما بينهم؟ لا. طيب اتكلمنا المره اللي فاتت، لو الصخر البروستي بتاعته بزيرو اخبار الريزيستيفتي هيحصل فيها ايه؟ المقاومه. مش فاكره بس لو هتبقى المقاومه، هتبقى المقاومه عاليه جدا. ليه؟ انا النهارده صخر ما عنديش اصلا بروستي، مش هيمتص الاشعه الوردية او الحاجه اللي انا راميها. انا هبعت تيار كهربي، صح كده؟ التيار الكهربي ده عشان يدخل جوه الصخر عايز يلاقي ميه يمشي فيها او فلويد يمشي فيه، صح؟ مظبوط. انا اصلا ما عنديش بروستي، فما عنديش فلويد، فهسمح للكرنت انه يخش ولا هقاومه؟ لا هقاومه طبعا. حلو، يبقى الريزيستيفتي هنا عاليه، ويبقى الريزيستيفتي هنا عاليه. عرفت افرق ما بين الصخرين؟ لا. طيب فاضل لي كيرف يتيم اللي هو كيرف الدنستي بتاعي. طبعا في قيمه برضو للسونيك ممكن نتعرف عليها بعد شويه، بس خلينا في الدنستي دلوقتي. احنا اتفقنا من شويه على الكروس بلوت، اخبار الدنستي بتاعت الانهيدرايت بتبقى عاليه ولا قليله؟ في واحده منهم كانت الدنستي بتاعتها اعلى من الثانيه. بصي السولت اللي كان فوق والانهيدرايت اللي كان تحت، الدنستي بتاعت الانهيدرايت بتاعت كثافه الانهيدرايت اعلى من السولت. بالظبط، يبقى الدنستي في حاله الانهيدرايت هتبقى عاليه، وفي حاله السولت هتبقى قليله. يبقى ده الكيرف الوحيد، ده الكيرف الوحيد اللي قدر يفرق ما بين السولت والانهيدرايت. حتى على الكروس بلوت هم على الكروس بلوت الاثنين تحت بعض، بس واحد مرمي فوق كثافته باثنين كان ده الملح، وواحد مرمي تحت كثافته بثلاثه اللي هو الانهيدرايت. طبعا في السونيك برضه يا جماعه في قيم ثابته في السونيك للانهيدرايت والملح، بتلاقيها في الانهيدرايت 50 مايكرو سكند بير فيت، وفي الملح بتلاقيها 67. يجي واحد يقول لي القيم دي بتتغير، اقول له لا. يقول لي ليه سعادتك ما بتتغيرش؟ ما هو اللي هيغير القيم دي ان السولت والانهيدرايت يظهر جواهم بروستي، وهم مش هيظهر جواهم بروستي. خلاص؟ ثانك يو يا فندم، اشكرك. حتى لو انا دوت يعني عملت يعني دخلت انا بحاجه، لو دخل جوه السولت او الانهيدرايت لسولجي تاني، ظهر فيه شيل، ظهر فيه ساندستون جواه ستريكات، دي اللي هيظهر لها بروستي. لكن هو نفسه كملح وهو نفسه كانهيدرايت مش هيظهر فيه حاجه. اوكي تمام. يبقى انت لو بصيتي على السكيل بتاع البروستي اهو، مش دي قيمه الزيرو؟ البروستي بتزيد في الاتجاه ده، صح كده؟ معنى ان الانهيدرايت قاعد هنا، فالبروستي بتاعته اقل من صفر، يعني صفر. والملح نفس الكلام، بس ايه اللي يفرقهم عن بعض؟ ده كثافته 2 وشويه، وده كثافته 2.95، وساعات بتوصل ل3. لكن هما الاثنين زيرو بروستي، هما الاثنين جاما قليله، هما الاثنين ريزيستيفتي عاليه جدا بسبب التايتنس عشان ما فيهمش بروستي. تمام يا شباب؟ تمام. طيب. شكرا ليكي. طيب في حاجه اسمها الرو ماتريكس. لما جيتوا تاخدوا المعادله اللي بنحسب منها البروستي من الدنستي، كانت المعادله مؤقته لحد ما نشوفها، بتقول ان البروستي من الدنستي بتساوي الرو ماتريكس ماينس الرو بالك على الرو ماتريكس ماينس الرو فلويد. تمام. ايه بقى مفعوم الرو ماتريكس دي؟
واحده من الزملاء المره اللي فاتت قالت لي بعد اذنك انت قلت ان الكيرف بتاع الدنستي بيقيس حاجه او ثلاث حاجات مع بعض، ايه هم؟ قلت لها هو الكيرف بيقيس حاجه اسمها البالك دينستي اللي هي الكثافه الكليه، ودي بتنقسم لثلاث حاجات: الرو ماتريكس اللي هي كثافه الماده اللي بيتكون منها الصخر، سواء بقى ساند سواء لايم سواء دولومايت، والرو فلويد الماده اللي قاعده في الفلاشد زون اللي هي الاويل او الووتر بيز مات، والبروستي. عشان كده انا بطبق في المعادله دي وبحسب منها البروستي، وهنتكلم عليها المره اللي جايه بتفصيل. طيب مؤقتا الرو ماتريكس دي يا جماعه هتبقى ثابته في المعادله على حسب الليسولوجي اللي عندك، على حسب ما هتحط القيمه بتاعتها. لو انت شغال على ساند ستون بتتحط ب 2.65 جرام بر سي سي، لو انت شغال على لايم ستون بتتحط 2.71، لو انت شغال على دولومايت بتتحط 2.87. طب القيم دي جت منين؟ القيم دي الراجل جاب عينه من السند البروست فيها بزيرو واسلها الكثافه، لقاها كام؟ لقاها 2.65. جاب عينه من اللايم ستون البروست فيها بزيرو مصمطه خالص، لقى الكثافه بتاعتها 2.71. جاب عينه من الدولومايت البروست فيها بزيرو واسلها الكثافه في المعمل، لقاها 2.87. طب عمل ايه بعد كده؟ يبقى انا لو جيت عند 2.65 عند اللاين بتاع الساند ستون هلاقي البروست بكام؟ حد بقى يشارك معايا غير زميلتنا؟ حد يخش معايا في الحوار؟ افتح كده واتكلم معايا، افتح ما تخافش. يلا حد يقول لي انا هتكلم بقى. يلا يا جماعه ثانيه واحده بس اقفل الموبايل، معلش طولي. ها مين اللي هيتطوع ويتكلم معايا يا شباب؟ ما لازم حد يتكلم. ايوه اقول انا حضرتك يا باشا. اسمك ايه بقى معلش؟ اسمي احمد، احمد محمد. اهلا بيك. طيب بص يا سيدي معلش ادوني بس ثانيه واحده ارجع لكم، ثانيه بالظبط وارجع لكم، معلش ثواني يا احمد معلش. لا يا باشمهندس برو. معايا احمد؟ ايوه باشمهندس مع حضرتك. طيب بص يا احمد، احنا اتفقنا دلوقتي ان الراجل اللي جاب عينه الساندستون دي وراح قاسها في المعمل، والعينه ديت كانت مصمطه ما فيهاش بروستي خالص، اسلها الكثافه بتاعتها لقاها 2.65. لو انا جيت عند 2.65 هنا اهي هلاقي القيمه بتاعت بدايه الخط بكام؟ هي مكتوبه اهي زيرو. يبقى انا دلوقتي بقول لو انا جيت وقفت قدام سند على اللوج بتاعي وكانت الكثافه بتاعته 2.65 هتوقع ان البروست بكام؟ بزيرو. بدا يعمل ايه؟ بدا يعمل فراك في الصخر زي اللي كانت زميلتنا بتسالني من شويه على ان احنا نقدر نخلق برمابيليتي. بدا يكسر في الصخر ويشرخ جواه. بدا يحصل ايه بقى؟ بدات البروست تزيد. طب كل ما البروست هتزيد في القيمه، يعني اللاين ده بيمثل البروست، كل ما البروست هتزيد في القيمه بتاعتي هيحصل ايه في الدينستي؟ هتقل. يبقى انا فهمت من اللي حصل في البلوت ده ان كل ما البروست هتزيد معايا جوه الروك الكثافه هتقل، يبقى في علاقه عكسيه ما بين الدينستي والبروستي. فالراجل عمل ايه؟ بدا يكسر في الصخر، البروست بقت 5% بدل ما كانت 0، الدينستي قلت بقت 10%، الدينستي قلت بقت 15%، الدينستي قلت، كسر لحد ما وصل لاقصى بروست جوه الصخر. طيب جه على اللايم ستون احمد، صح انت قلت لي احمد ولا محمد؟ احمد مش احمد. تمام اتفقنا في حاله اللايم ستون بقى لا، الكثافه مش ب 2.65، الكثافه هتبقى بكام؟ 2.7. حلو، يبقى عند 2.71 كانت البروست بزيرو، بس ده عشان لايم ستون. بدا برضو يعمل يا احمد فريك، البروست تزيد والكثافه تقل، البروست تزيد والكثافه تقل، لحد ما رسم اللاين بتاع اللايم ستون. جه على اللاين الثالث بتاع الدولومايت، لقى الكثافه بتاعت الدولومايت لما كانت البروست بزيرو بكام؟
2.85 مثلا او 2.84 87 حلو اللي هي هتبقى عندي هنا 87 او 85 تمام. برضو بدا يعمل نفس الكلام يخرم في العينه لحد ما رسم اللاين بتاع الدولوميت. يبقى دي فكره اللاينات اللي مرسومه عندي، كل لاين من دول بيمثل لسولوجي معين، والقيم اللي على اللاين دي بتمثل البروستي. طيب لو انا جيت عملت لك حاجه زي كده يا احمد، حطيت لك شويه نقط، بلاش عشان انت ما تتلخبطش في الدايره معلش، اهي حطيت لك مثلا شويه نقط في الحته دي مش كده. انت تتوقع دلوقتي اللاين ده بيمثل اني لسولوجي؟ يمثل السانستون. حلو، والبروستي دلوقتي ما بين قيمة كام وقيمة كام؟ البروستي ما بين قيمة 2 و 3 و 2 و 3 لا 25 و 30 بالظبط. ايوه 25 و 30 في البرسنت. يبقى انت سريعا من الكروس بلوت قلت لي ان السولوجي اللي موجود عندي ساندستون، والرينج بتاع البروستي مثلا من 24 لحد 31 صح كده؟ صح. يبقى انت قدرت تديني رينج للبروستي من الكروس بلوت باسرع ما يمكن. وخلي بالك الرينج ده ميكس ما بين الدينستي والنيوترو. يعني ايه؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، انا مش هينفع اقرا البروستي من على الدينستي لوج مباشره، لا ده انا لازم اعوض في معادله واطلع حاجه اسمها الفاي من الدينستي. طب وفي النيوترون؟ لا، كيرف النيوترون بيمثل البروستي مباشره، يبقى انا هقرا مباشره من على النيوترو. طيب هفرض ان انا حسبت البروستي من الدينستي لقيتها 18، وقريتها من على النيوترون لقيتها 20، اجمع الاثنين على بعض واقسم على 2، يبقى انا لو جمعت الاثنين دول يبقى 38، قسمتهم على الاثنين هتطلع 19. يبقى انا هلاقي البروستي الرينج بتاعها افريج ما بين الطريقتين هو 19. يبقى لما بقف هنا واخد القيم بتاعه البروستي دي الافريج من الدينستي والنيوترون، لا استخدمت بقى كالكوليتر ولا عوضت في قانون ولا قريت من على اللوج، لا هو اداني انديكيشن على طول من اللاين الافريج بروستي من الدينستي نيوترون اخبارها ايه. طيب يبقى احنا تعرفنا دلوقتي مع زميلتنا من شويه ان ده السولت اقل كثافه، ده الانهيدرايت اعلى كثافه، واحمد زميلنا شاف معانا ده اللاين بتاع السند، ده اللاين بتاع اللايم ستون، وده الخط بتاع الدولومايت. ناقص ايه بقى؟ ناقص المنطقة دي. في واحد حبيبنا المرة اللي فاتت واحنا قلت له الله ينور عليك، ليه الشيل هيقرا بروستي عالية؟ اولا انت هتيجي قدام الشيل، لو دي الهول اللي انت حافرها هيحصل وش اوت قدام الشيل بالمنظر ده، هيحصل وش اوت قدام الشيل بالمنظر ده. ليه؟ زي ما اتفقنا ان انت الشيل لو حفرته باويل الهول بتبقى يعني ضعيفه جدا وبيتكسر ويهيل معايا، فبتعمل حاجه اسمها وش اوت قصاد الشيل. طب التول بتاعتي واقفه هنا اللي هي النيوترون تول، هتشوف ايه؟ اولا انت بتحفر بميه، بتحفر بووتر بزمض، فكل المنطقه دي مليانه بالاويل مليانه بالووتر اللي انت بتحفر بيها، يبقى اول مصدر للهيدروجين يبقى الميه اللي انت بتحفر بيها. طب والشيل اللي انت واقف قدامه؟ ما هو اصلا الشيل نفسه مليان ميه، الكلي مينرالز نفسها في الاستراكشر بتاعها ميه، يعني هي كمان فيها هيدروجين. يبقى التول ساعتها شايفه هيدروجين كتير جدا في الاريا اللي هي حواليها، جايه من الفورميشن وجايه من الميه اللي انا بحفر بيها، صح كده؟ هيحصل ايه؟ الاقي دايما النيوترون بتقرا عالي جدا قصاد الشيل، وده اللي احنا بنسميه الشيل افكت، ده اللي انا بسميه الشيل افكت. طيب لو احنا جينا بقى على الرسمه اللي قدامنا دي، مش همسح كل حاجه عشان بس ايه نربط الكلام ببعض، هنمسح بس دول كده. اسمح لي يا باشمهندس. اتفضل. هو كل الشيل انا بحفر فيه هل مثلا بيحصل فيه سويلنج او ووش اوت ولا دي حالات فريده ولا ايه بالظبط بعد اذنك؟ هو دايما المعتاد دايما الوش اوت تمام، بس ممكن يحصل عمليه السويلنج لو انا حفرت بووتر بزمض، وطبعا احنا بنحاول نتفادى الموضوع ده لان الشيل لما بيشرب الميه بيتنفخ ويعمل موضوع السويلنج ده، فهتلاقي المعظم دلوقتي بيحفر الشيل باويل بزمض. مشكله بس في الاويل ان في ناس كانت بتمنعه اوقات كتير عشان مضر للبيئه والقصص دي، بس طبعا بتبقى مضطر لو السكشن بتاع الشيل كبير ويعمل لك مشاكل كتيره اثناء الحفر. فاهم قصدي؟ فهمت.
كلام يا باشمهندس. فانا لما لقيت ان الشيل بيقرا هيدروجين كتير جدا، بص بقى معايا على البلوت، البروستي بتزيد في الاتجاه ده. يعني دايما الشيل بسبب ان في بروستي عاليه جدا بسبب الاتشات اللي انا بشوفها من التاثيرات دي كلها هيقع في المنطقه دي. يبقى دي سوري انا كبرتها قوي معلش، هيقع عندي في المنطقه اللي هي دي اللي بنسميها الشيل ريجون. تلاقي البروستي 30 فيما فوق، عشان كده انا حاطط الهاشرنج بتاع الشيل في المنطقه دي. يبقى انا هشوف الملح هنا، هشوف هو الصوت بيقطع عندي انا بس ولا نسبه لقيمه البروستي، اشوف اللايم على اللايم ده. لو سمحت يا هندسه الصوت بيقطع بس. فانا بشوف السولت في الاريا دي، السند على اللاين بتاعت قيمه البروستي هو السند. انا ما سمعت، احنا ما سمعناش حاجه، هو شكل النت عنده بس مشكله. معلش يا شباب، 3 دقايق بالظبط والبشمهندس راجع ان شاء الله. سامعيني كده يا شباب؟ ايوه هندسه. ايوه سامعين تقريبا. ثانيه بس افتح الشير تاني. هو الشير ظاهر كده ولا اعمله تاني؟ تمام تمام. فزي ما اتفقنا ان انا بالنسبه لي شفت السولت في الاريا دي، شفت الانهيدرايت، شفت الساند هنا بس هيتحرك فوق وتحت بناء على نسبه البروستي، شفت اللايم ستون هيتحرك فوق وتحت بناء على قيمه البروستي، شفت الدولومايت هيتحرك فوق وتحت بناء على قيمه البروستي، ودي المنطقه بتاعت الشيل. الكول بقى الفحم ساعات بيظهر معانا في ابار الصحراء الغربيه ولو ابار بره مصر، بس بتبقى طبعا الكول على شكل استريكات، ساعات بتبقى طبعا انترفلز كبيره بس مش مشهور الكلام ده في مصر قوي، بس احنا بنشوفها على شكل استريكات صغيره سمول ستريكس. الكول هو نفس السولت بالظبط، دنستي قليله، ريزستيفتي عاليه، جاما ري قليله. الفرق الوحيد ما بين الملح والسولت ان ده فيه بروستي عاليه. احنا قلنا من شويه ان السولت بيبقى البروستي فيه بزيرو، لكن بص ده واقع فين، احنا قلنا البروستي بتزيد في الاتجاه ده. كثافته قليله جدا زي الملح بالظبط، 2 وشويه او اقل من 2، بس هتلاقي فيه البروستي معديه ال 40 وال 45. ده لو انت شفته، فما تحطوش في بالك قوي الا لو ظهر معاك في الابار، لكن غير كده هو مش منتشر قوي يعني. طيب عايز حد بقى يرغي معايا؟ مين اللي هيخش ويرغي معايا؟ يلا عشان نخلص السلايد دي ونخش على السوفت وير. نريد متطوعا. يلا بسرعه. اتفضل. اتشرف بيك محمد افندي. بص يا محمد، دلوقتي انا حطيت النقطه دي، شفتها بالظبط. تمام. الستار اللي ظهرت دي من وجهه نظرك ممكن الستار دي كانتربريتيشن تبقى عباره عن ايه؟ انت غيرت مكانها يا باشمهندس؟ عملت ايه؟ بتقول ايه معلش؟
اللي هي فوق الهيدرايت ولا اللي فوق الدرومايت؟ لا لا الخط اللي هي اللي ايه النقطه يا جدعان، وانا في ايه وانا اللي عجزت ولا انتوا؟ طيب دي ممكن مثلا تبقى دولوميتك لايمستون. حلو، يبقى بالراحه كده قبل ما انت تقول دولوميتك لايمستون، هي اقرب لمين؟ اقرب للدرومايت. لخط الدولوميت ولا لخط اللايمستون؟ للدولوميت. يبقى النسبه الاكبر هتبقى ايه؟ للدولوميت. نقول مثلا 70%. حلو كده؟ تمام. وابعد من مين؟ من الكالسايت او اللايمستون. حلو، يبقى احنا دلوقتي اول انتربريتيشن قاله محمد، قال لك 70% دولومايت 30% لايمستون، فممكن يكون اللي عندي ده كالكيريوس دولومايت، صح كده؟ تمام. الانتربريتيشن الثاني بقى ابو حميد عباره عن ايه؟ ممكن تكون العينه اصلا ما فيهاش لايمستون. حلو، يبقى كده الليثولوجي بتاعي هينحصر ما بين مين ومين؟ الدرومايت والساندستون مثلا. حلو، بس ايه اللي خلاني اقول العينه ما فيهاش لايم؟ لما انا شفت الديسكريبشن بتاع الديتش كاتنج. يبقى انت الاول رحت بصيت على الوصف، لقيت انه ميكس ما بين الدولومايت واللايم، فبصيت على الكروس بلوت قلت لي دي اقرب للدولومايت وابعد من اللايم، صح كده؟ رحت حاطط الانتربريتيشن ده. طب كيس ثانيه، لا انت لما رحت تبص تحت الميكروسكوب لقيت العينه عباره عن ساند ودولومايت فقط لا غير، هل هتدخل اللايم ستون في الموضوع؟ لا. طيب يبقى انا الكيس الثانيه اني ممكن اعمل اجنور للكالسايت لاين، هعتبر العينه ما فيهاش لايم خالص لان في الوصف ما فيش غير ساند ودولومايت، ويبقى زي ما انت قلت برضو النقطه اقرب للدولومايت بس ابعد من الساند، يبقى ممكن يبقى 70 او 80% دولومايت و20% كوارتز، يبقى ساعتها الانتربريتيشن هيبقى عباره عن ساندي دولومايت. يبقى انا الفكره كلها هحترم وجود اللاينات كلها ولا هلغي حاجه منهم بيزد على ايه؟ بيزد على الديسكريبشن اللي انا شفته في المطلوب. في حد قال حاجه وقطعت؟ اسال كده. حسب الكومبوزيشن تقريبا، صح؟ الايه معلش؟ تبقى الكومبوزيشن بالظبط. يعني انا دلوقتي شيكت على ايه الليثولوجي الاساسي اللي في المادلوج وربطته مع الكروس بلوت. في الحاله الثانيه انا اضطريت ان الغي اللاين بتاع اللايم وكاني مش شايفه، لان انا عارف من الوصف ان العينه عباره عن ساند ودولومايت فقط لا غير، مفيش لايم ستون موجود. خدت مني الفكره ولا صعبه؟ لا تمام تمام مظبوط يا باشمهندس. تمام. هو انا يا باشمهندس ليه ما حطيتش في الاعتبار لا الشيل ولا السولت ولا الانهيدرايت؟ هو ما فيش نقط، انا ما حطيت لكيش شويه نقط هنا مثلا. احنا مش صح؟ مش عاملين خط دي ولا ايه؟ لا مش حكايه كده، انا ما حطيت لكيش لسه نقط من بير من الابار عشان تعملي الوصف الكله، انا بس حبيت ابين دي نقطه واحده وقعت هنا ممكن الانتربريتيشن يبقى عامل ازاي. لما هنعرض البير دلوقتي على التيك لوج هيقع لك نقط في كل منطقه من دول، وصفي زي ما انت عايزه. يعني لو انا عملت نقطه سوري ما بين الشيل وما بين الانهيدرايت اللي تحت هنا نص، فانا كده يعني هوصفها طبقا لايه؟ هوصفها طبقا للدولومايت. ماشي، نقول هنا مش مشكله. هوصفها طبقا لما بص على الدنستي والنيوترون شكلهم عامل ازاي، هل هي والجاما ري شكلها عامل ازاي؟ هل الجاما ري عاليه قوي والدينستي نيوترون مبينه ان الشيل اكتر، فممكن يبقى العينه او الانترفال دي شيل ودولومايت بس الشيل اكتر، ولا الجاما ري كلين والدولومايت هو اللي هيبقى اكتر والشيل اقل في النسبه؟ تمام، هوريها لك على السوفت وير حالا دلوقتي. ماشي اوكي. طيب مش هتكلم على الكروس بلوت ده دلوقتي، على الكروس اوفر عشان ده انا هتكلم فيه المره اللي جايه عشان نعرف مع بعض ايه فكره النيجاتيف سكيل، ليه النيوترون بتتعمل من ماينس 15، هي في حاجه اسمها سكيل بالماينس، وليه قدام الجاز بيبقى السيبريشن كبير بالمنظر ده مختلف عن الاويل والووتر. زي زميلنا اللي سال المره اللي فاتت قال انا عشان افرق بين الجاز والاويل هل هستخدم الريزستيفتي بس؟ لا، هتستخدم السيبريشن بتاع الدونست نيوترون الكبير ده، وهقول لك السبب بتاعه المره اللي جايه. بس انا عايز اوريك الصوره دي دلوقتي، ان انت لما بصيت على الكروس بلوت، بصيت على الديتش كاتنج والوصف بتاعها،
شفت الوصف بتاع الكور قدرت ان انت تبني الليثولوجي كولم. طيب تعال نخش على التيك لوج عشان نبني الليثولوجي كولم مع بعض دلوقتي ونشوف طريقه تخلينا نقدر نفهم الكروس بلوت هيفيدنا في ايه عشان ما نزهقش من النظري. انا فتحت اهو عامل بروجكت انتوا التيك لوج كده ظاهر عندكم ظهر انا بعمل ايه؟ تمام انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل بروجكت جديد على التيك لوج اسميه ليثولوجي بروجكت 2023. الكانتري طبعا بنختار الكانتري بتاعتنا، يعني هي يعني انت حتى لو ما اخترتش حاجه السوفت وير مش هيبوظ، هي دي حاجه يعني ولاء لكل واحد فيكم. طبعا في منكم هيختار اسرائيل انا عارف، بس ما علينا. فانت هتقول له نيكست، هيبدا هو يقول لك الباص بتاع الايه بتاع البروجكت بتاعك. هيقول لك والله بص انت بتعمل دلوقتي بروجكت هينزل جوه السي في فولدر اسمه تيك لوج بروجكت. ده يعني ده اليوجوال باص بتاعه. ممكن انت تغير الكلام ده وتعمل براوز وتحط في اي حته عندك على الجهاز، لكن هو الطبيعي ان جوه السي هيتكريت فولدر اسمه تيك لوج بروجكت، هيتحط فيه اي بروجكت انت بتعمله للتيك لوج. دي البروجكتس اللي انا بشتغل عليها، وهو اوريدي هيعمل الكلام ده. انت عايز تغير ومش عايز تشتغل على السي، خايف مثلا الويندوز يضرب يحصل حاجه، ممكن تغير الباص من هنا وتوري له مثلا عايز تسيف الكلام ده فين. بقول له نيكست نيكست، بيقول لي بص يا حاج انت عملت بروجكت جديد اسمه ليثولوجي بروجكت 2023، هيتحط جوه السي في فولدر اسمه تيك لوج بروجكت، تمام. فبقول له فينش. طبعا احنا عشان شغالين بنسخه كراك ممكن افتح كذا بروجكت في وقت واحد. لو انا قلت له اوبن انسايد نيو تيك لوج اشغل كذا بروجكت بكذا تاب، فاقول له ريبليس وخلاص عشان نشتغل على صفحه واحده بس. طيب المفروض ان انا كنت ابدا السوفت وير معاكم بشويه حركات اللي هم ايه، ازاي احمل اللوج، ازاي احمل صوره، ازاي اكتب كلام، ازاي اعمل ديبس شيفت، ازاي اعمل سبلايسنج، بس الكلام ده مش هنلحق نعمله النهارده، تمام. هنعمله السيشن اللي جاي مع الايفالويشن. عشان كده انا قلت لك برضو لو السيشن اللي جاي في جزء بقى مخلص هنحاول ان احنا نعمل سيشن رابع حسب امتحاناتكم انتوا، او حتى لو يوم خميس ويكون صابع عندكم اجازه. بس انا اللي عايز اعمله النهارده ان اطلع الليثولوجي كولم من الكروس بلوت. المره اللي جايه ان شاء الله هنعمل جزء في الساعه الاولانيه اللي هو شويه الحركات اللي هم عباره عن ان انا احمل احط صوره اكتب كلمه بطريقه معينه اظبط الوان اظبط اشكال، والساعه الثانيه هنعمل فيها المرحله بتاعه الانتربريتيشن اللي هي الشيل والبروستي والووتر ساتوريشن، لان احنا كده هنبقى خلصنا الجزء بتاع الليثولوجي. طيب مؤقتا هعمل ايه؟ ده البير اللي احنا هنشتغل عليه اهو، والوان هبعته لكم. ده جواه ايه؟ جواه الغازات، جواه الليثولوجي ايكويشن اللي هنشتغل بيها دلوقتي، جوا شويه صور لو حبينا نحملها، شويه السيرفي، ازاي ان انا احمل السيرفي واحسب التي في دي والتي في دي سب سي، ازاي اكتب كلام، شويه وصف مثلا جنب العينات اقول والله الشيل ده شكله عامل ازاي، السند احط الوصف اللي موجود على الماوت لوج مثلا جنب الشغل بتاعي، ودي اللوجز نفسها، ودي الزونز اللي هي الزونيشن اللي احنا هنشتغل عليه. انا مش هاخد اي حاجه من دول النهارده غير الايه الواير لاين اللي هي اللوجز نفسها والليثولوجي ايكويشن. ايه الليثولوجي ايكويشن ديت؟ انا هعمل لك شويه معادلات اهي. طيب هل يا باشمهندس محمد المعادلات دي قران؟ ليست قران. المعادلات دي انا بحاول احصر كل ليثولوجي بكرايتيريا معينه على اللوج. زي ما قلنا مثلا ان في حاله السولت البروستي مثلا بزيرو، الدينستي اقل من 2، اقل من 2 و3. طب الانهيدرايت كنا متفقين ان الانهيدرايت دايما الدينستي بتاعته عاليه جدا، فانا حاطط له مثلا كونديشن هنا ان الدينستي يكون اعلى من 2.8 وممكن توصل ل 3 او 3.2. انا بدي لك معادلات ممكن تساعدك انك تلقط مكان الليثولوجي فين، وانت كده كده لما هنرمي على البلوت هتعرف مكانهم فين، بس انا شويه حركات كده عشان ايه اضحك عليكم خلاص. بس لسه مش هضحك عليكم دلوقتي. طيب هاخد اللوجز اهي، هعمل دراج ودروب لويل 1 واحطها جوه التيك لوك بالمنظر ده لحد ما نحكي المره اللي جايه عن الامبورت ومش الامبورت والقصص دي. هقفل كل الويندوهات دي اللي احنا مفتوحه كاننا بنفتح لاول مره. بعمل رايت كليك هنا اهو، حاجه اسمها الدوك ويندو،
هيقابلنا ويندوز كتيرة بنشتغل فيها. أول ويندو هنشتغل معاها اسمها البروجكت براوزر، دي اللي بيتحمل فيها أي نوع من أنواع الداتا اللي أنت هتشتغل عليها. أهي أعتبر نفسي لسه ما حملتش حاجة، دي البروجكت براوزر أهي. أنت طبعا لما بتظهر لك في الأول بتبقى بتقف عليها كده بتلاقيها بتختفي بالمنظر ده، فالمسمار اللي في الجنب ده اسمه بن، لو أنا دوست عليه هيبص لتحت بدل ما هو بيبص للجنب، فهيخلي الويندو دي ثابتة أقدر إن أنا ما أخفيهاش تاني خلاص. تمام، فهعمل فيها دراج ودروب اهو لللوكس. الويندو دي انت بتتفرج فيها، الويندو دي فيها البروجكت بتاعك، يعني الحاجه لو اتنقلت من هنا لهنا كده اتسيفت جوه البروجكت خلاص، لكن لو هي فضلت هنا وانت قفلت الجهاز دلوقتي مفيش حاجه هتتسيف. فبفتح اللوج بتاعي اهو البير، لقيت عندي شالو ريزيستيفيتي، دينستي، بيف، نيوترون، جاما راي، ديب ريزيستيفيتي، كاليبر، بيت سايز، والميجر ديبس اللي هو العمق بتاعي. ممكن اخد كيرف واحد بس اهو، فاللي اتنقل معايا هو البيت سايز فقط لا غير. طب هدلت يعمل حاجه، ممكن بالكنترول اختار كام واحد كده وادوس، هم دول اللي دخلوا معايا. يعني انت مش لازم تحمل كل البير، ممكن تسلكت الحاجه اللي انت عايزها، لكن لو وقفت على البير نفسه بالمنظر ده وقلت لي امبورت هو دخل خلاص جوه الايه، جوه البروجكت كله. هعمل ديليت عشان اشيله من هنا وادوس على كلوز، عشان كده خلاص البير بتاعي اتسيف جوه البراوزر بتاعي. كده خلاص اللوجز لما اجي ادور عليها هي خلاص متسيفه معايا. ثانيه واحده كده يا جماعه، عايز اعرض بقى البير، نعرضه مع بعض وبعدين نفتح الكروس بلوت عشان نرسم السوليوشن. بلوت، افتح حاجه اسمها لوج فيو، باخد اللوجز كده مره واحده اعمل لها دراج ودروب، هتتحط كلها جنب بعضها. لو انت الماوس بتاعك فيه سكرول بكره بتدوس عليها وتتحرك بالماوس لقدام ولورا، بحيث ان ايه تقدر تعمل زوم ان وزوم اوت. جميل. طيب عايز احط البيت سايز والكاليبر والجاما راي في تراك واحد، هعلم على الكاليبر اهو وانقله بالسهم اليمين والشمال بقى مع البيت سايز، واعلم على الجاما برضو وانقلها معاه. طيب الدينستي احطها مع النيوت، واحط معاها البف، شالو ريزيستيفتي احطها مع الديب ريزيستيفتي. طبعا انت لو عايز تحرك التراك نفسه بتعلم عليه بيبقى بالاحمر، برضو بتمشي بيه يمين وشمال، وادي الريزيستيفتي اجيبها هنا برضو، واعمل بقى كنترول على كل دول وادلتهم خلاص مش عايزه. ثانيه واحده بس هقفل الصوت دقيقه وارجع لكم. تمام، فيبقى انا دلوقتي حطيت الثلاثه تراك مع بعض اهو. لو انت هتاخد بالك طبعا في هيدر كبير كده مالتي لي اوت، انا هشيل الهيدرات دي مش محتاجها في حاجه دلوقتي، انا عايز الهيدر بتاع اللوكس بس اهي. هتاخد بالك ان الجامري هو حاططها من 0 ل 150، فحاطط لي لاين هنا بيمثل نص التراك بتاع الجامري اللي هو 75، انا مش محتاجه في حاجه، بعمل رايت كليك اهو، بقف عليه واعمل رايت كليك وادلته. انا هقسم التراك لنصين ليه، مش فارق معايا في حاجه دلوقتي. لو انا خدت بالي بالراحه كده هنظبط السكيل والدنيا عشان نتعرف على السوليجي ونتاكد ان الدنيا مظبوطه. لو عايز احرك النيوترون ده بحيث يبقى في الهيدر فوق بالسهم اللي فوق وتحت، يعني انا خليت الدينستي الاول وبعدين النيوترون وبعدين البف، نفس الكلام اهو، اخلي الديب ريزيستيفتي مثلا فوق يبقى كده شالو وبعدين ديب، ده بيتحرك بالايه، بالسهم اللي فوق وتحت كترتيب بس في الكلام، مفيش حاجه بتحصل يعني. طيب هخلي الجاما اول واحده تحت اهي، يبقى كده عندي البيت سايز والكاليبر. هلون الجمري باللون الاخضر بدل ما هي بالاسود، لو تاخد بالك ان الجمري بالاسود، اقف عليها اهي وهفتح تاني ويندو نتعامل معاها. اول ويندو كانت البروجكت براوزر، تاني ويندو البروبرتس، هتيجي هي فوق اهي اشدها وارميها جوه اختها بالمنظر ده بحيث ان انا اقدر. طب تجيبهم منين يا باشمهندس؟ انا حاسه ان في حاجات كتير مش بتظهر. طب انا هقفل تاني خالص اهو. اي حته فاضيه فوق رايت كليك بروجكت براوزر واحطها جواها بحيث ان انا اقدر ابدل ما بينهم واوفر مساحه على السكرين عندي. تمام،
وكل الكلام ده انا هعيده تاني المره اللي جايه مع الطرق بتاعه اللودينج والحاجات دي، فدي مش اخر مره هنقول الكلام ده عشان ما تقلقوش. تمام، فاقف على الجمري اهي وافتح كلمه بروبرتيز الاقي كلمه ديسبلاي اوبشن، بدل الاسود اخليها بالاخضر اهي. طيب هظبط برضو التراك التاني، دول خلاص الكاليبر والبيت سايز زي بعض من 6 ل 16 مش هعمل فيهم حاجه. الدنستي من 1.95 ل 2.95، وزي ما اتفقنا هنشرح السكيل المره اللي جايه عشان تعرف البالون افكت قصاد الجاز. النيوترون هي اللي هغير السكيل بتاعها، اجي عند كلمه ليميت جوه بروبرتيز وبدل ما هي فاريبل هخليها يوزر، هقول له من ماينس 15 الى 45. طبعا بخلي الايه ال 15 الناحيه الثانيه، بقف هنا في علامه اسمها ريفرس السكيل، يعني خلي السكيل العكس بحيث يبقى الماينس 15 الناحيه دي وال 45 الناحيه دي. اللاين ده بيمثل الثلاثه للبف، اشيله مش محتاجه في حاجه دلوقتي زي ما شلت بتاع الجمري. وهظبط السكيل بتاع البف اخليه من 0 ل 10. تاني بقى بالراحه، يبقى انا دلوقتي لو بصيت على السكيل بتاع اللوكس، بص كده لو انا رجعت وقفت مثلا على البف، انا لما خليته يوزر قدرت اغير القيم، لو رجعته فاريبل ما بقدرش العب في القيم. يبقى انت عشان تغير القيم بتاعت اي لوج لازم تخلي كلمه فاريبل تخليها يوزر، وتقدر ان انت تغير القيم براحتك ساعتها، وممكن تتحكم كمان في السكيل هل هو لينير ولا لوجاريتميك سكيل. يبقى انا ظبطت التراك الاولاني، ظبطت التراك الثاني، الشالو ريزيستيفتي بدل ما هي بالاسود اخليها بالازرق. مش هدفي النهارده ان انا اعلمك ازاي تبدل وتغير في الالوان، انا بعمل ده بس عشان اوريك الكروس بلوت. الديب ريزيستيفتي اخليها بالاحمر، اللون الاحمر، وبرضه هتخنها شويه بدل ما هي اللاين سيكنس بواحد اخليها باثنين، وايه اخليها لونج داش. زي ما اتفقت معاكم في المره اللي فاتت هشير معاكم، انا بس وعدتكم بس نسيت اعمل الفولدر، حقوق عليها اعمله بكره ان شاء الله الصبح وانا في الشغل، اعمل فولدر باسم التيم واحط فيه فيديوهات للتيك لوج فيها كل خطوه في فيديو، بحيث ان انت تمشي عليها خطوه بخطوه، ما يبقاش مثلا فيديو مجمع فيلخبطك، هيبقى خطوه للتظبيط، خطوه للشيل، خطوه للبروستي، الحاجات اللي احنا حتى كمان لسه هناخدها، تقدروا ان انتوا تخشوا عليها وتحملوا الفيديوهات دي وتتفرجوا عليها في اي وقت. ودي برده مش ان شاء الله يعني مش هنسى ان انا اعملها يعني. طبعا انا دلوقتي ظبطت حاجات شكلها ظريفه اهي ومش عايز الكلام ده يضيع مني، هعمل رايت كليك وهقول له سيف اللي اوت، سيف لي الشكل ده، عايز تسميه ايه؟ هسميه ويل 1. طب واقول له اوكي. انزل هنا في البراوزر الاقي في حاجه ظهرت هنا اسمها ويل 1، لو انا قفلت الكلام ده وعملت دبل كليك كده هيظهر عندي الايه؟ البير بتاعي. حلو كده؟ ممكن اعمل فيلنج ما بين كيرف والتاني. بص هنا معايا، لو جيت تبص في حته زي دي شايف الخط الاسود ده؟ ده البيت سايز بيقرا كام بقى؟ لو انت خدت اللاين والقيم دي، الخط الاسود بيقرا 8.5 والخط الاحمر بيقرا 9، يعني انت الهول كنت حافرها 8.5 انش والكاليبر هنا بيقرا 9. يبقى انا في الكيس دي عندي ايه؟ مات كيك ولا وش اوت؟ حصل لي مات اللي هي التاكل من ال من ال وقع يعني اسمها ايه طيب؟ وش اوت، وش اوت، وش اوت، وش اوت. المات كيك الثانيه اللي هي اللي هو حصل انفيجن صح كده؟ بالظبط، هيبقى اقل بقى، يعني دلوقتي الكاليبر بقى اعلى من البيت سايز صح؟ ارى 9. حتى تعالى اعمل لك الوان عشان ما تتلخبطش، هقف على الكاليبر وادوس كنترول وادوس على البيت سايز، انا كده اخترت الكيرفين مع بعض، واعمل رايت كليك واقول له بعد اذنك اعمل لي فيلنج ما بين الكيرفين بالمنظر ده. عمل ايه بقى؟ لما الكاليبر بيزيد عن البيت سايز اداك اللون الاصفر ده، ولما الكاليبر هيقل عن البيت سايز، تعال نشوف حته اقل فيها مثلا قصاد السند اهي الحته دي، بص هنا ادى اللون الاحمر ده اللي ممكن يكون فيه مات كيك قصاد السند ستون ده. حتى كمان تعالى نعمل فيلنج للسند وهفهمك الفيلنج ده مع السكيل المره اللي جايه، هلون ما بين النيوترون وادوس كنترول سند واعمل رايت كليك واعمل فيلنج برضه. كل اللي خد اصفر ده السند ستون اللي موجود عندي. حتى لو تفتكر قلت لك البف في السند بيقرا 2، بص لو انا جيت اقرا القيمه بتاعت البف اللي هو الكيرف البينك ده هتلاقي قاري 2 و1 2
2 و2 فده بودي ساند ستون محترمه. معلش يا باشمهندس فكرني البف ده كان ايه؟ معلش ده اللي احنا طلعناه، ده اللي طلعناه من اللوج بتاعت الدينستي المره اللي فاتت، ان احنا اتفقنا ان في كذا ميكانيزم بيحصل للدينستي تول، واحد منهم بيطلع كيرف اسمه البالك دينستي ده اللي بحسب منه البروستي، وكيرف تاني اسمه البف ده كيرف كل الهدف منه اني اعرف الليسولوجي، بيديني قرايات ثابته للليسولوجي، بيقرا في الساند 2 او 1.8، بيقرا في الدولومايت 3، بيقرا في اللايمستون 5، بيقرا في الانهيدرايت 5، فده كيرف بيساعدني كليسولوجي جايد لكن ما بحسبش منه اي حاجه. تمام. طيب تعالى بقى في اللخبطه اللي جايه، عايز متطوع، حد يتطوع ويقرا معايا. مين هيقرا معايا؟ هنا طبعا بغير السكيل بتاعي، ممكن نخليه 1 لـ500، فهنا ضغطت السكيل، هنا ما بعلم في اي حته فاضيه بيظهر لك كلمه سكيل، لو انت عايز تطبع اللوج مثلا او تشوف في سكيل معين 1 لـ200 1 لـ1000، فانا قاعد كده بضغط في اللوج عشان ابص على البير كله مره واحده. طبعا لو في سكيل معين بتدور عليه مش احنا مكملين ولا ايه؟ ان شاء الله، هو بس النت عنده مش ستيبل فان شاء الله يخش تاني. طيب تاني. شباب سامعيني كده؟ تمام يا باشمهندس، سامعين حضرتك. معلش والله انا مش عارف مشكله الانترنت ده، انا عايز اقول لك انا شغال على شبكتين برضه ما فيش فايده. لا ولا يهم. هو كده التيك لوج ظاهر قدامكم ولا اختفى؟ تمام ظاهر.
طيب حد بقى يخش معايا كده ديسكشن عشان نعمل الكروس بلوت قبل السيشن ما يخلص. مين؟ طيب حضرتك ممكن حضرتك تختار الناس يعني. وانا شايف حد يا ابني. انا مش عايز احرج حد لكن هو المتطوع يخش على طول. ماشي. طب ما تقول انت بقى. مش مشكلة والله بس عادي. طيب بص يا سيدي، احنا الكلام بسيط جدا عشان نشوفه على الكروس بلوت مع بعض. حلو. انا بس لما عملت الفيلنج من شوية، لو انت بين الدينستي والنيوترون فهو جه في الساند بقى ينور اصفر، وفي اي حاجة تانية بيدي لون بني كده، فانا هشيل اللون البني ده عشان ما يلخبطنيش. فهاجي في الاريا فيل هنا هقول له خليها الليفت بس، بحيث ان انا ايه مش لازم الون قصاد الانهيدرايت والشيل والكلام ده كله. بس في بادي لعين منور الاصفر في النص هنا، وده من ضمن الحاجات اللي ممكن يضحك عليا فيها. معلش اشرف باسمك. صلاح. سلام معي. سلام يا هندسه. صلاح. يبقى الفكره كلها دلوقتي صلاح صح؟ ان شاء الله. سامعني صلاح ولا تمام؟ سامعك. بص بقى يا سيدي، طيب الفكره في ايه؟ ده الكيرف بتاع الريزستيفيتي، وده الكيرف بتاع النيوترون اللي بالازرق، شايفه صلاح؟ تمام. لو انا حاولت اقرا القيم على البروستي بالازرق، شايفها مكتوب كام كده؟ ماينس واحد صح؟ او ماينس او بوينت او ون بالظبط. طيب لو نزلت تحت شويه ماينس بوينت او ماينس اتنين او ماينس تلاته. طب لو نزلت تحت شويه انت داخل من الموبايل ولا داخل من اللاب؟ من اللابتوب بس الصوت عندي واطي. لا مش الصوت، بقول لك على الصوره. شايف الرقم بتاع البروستي اري كام دلوقتي اللي هو النيوترون في التراك اللي في النص اللي باللون الازرق؟ ماينس 0.3. تمام. يبقى كل البروستي سواء في الحته دي او في الحته دي هتلاقي الخط بتاع النيوترون ماشي مسطره صح؟ تمام. لان البروستي يا جماعه في المنطقه دي بالماينس، البروستي بالماينس. زميلتنا اللي اتكلمت معايا على الكروس بلوت، ويعذروني ان انا ما احفظش الاسامي معلش او بنساها، اتفقت انا وهي على ايه ساعتها صلاح؟ ان الفرق بين الانهيدرايت والسولت كان كيرف واحد. فاكر ايه هو الكيرف ده؟ ثانيه واحده. لما عملنا مقارنه ما بين الانهيدرايت والسولت، وقعدنا نفرق ما بين الكيرفات كلها، ولقينا كيرف واحد بس اللي في الاخر اللي فرق ما بين الانهيدرايت والسولت. فاكر ايه هو؟ كان اللايم تقريبا. لا الكيرف كان جاما ولا دينستي ولا نيوترون ولا ريزستيفتي؟ فاكر قلنا في واحد دينستي كان دينستي بالظبط. انتوا انقذت ابو صلاح. يبقى انا دلوقتي لما الاقي الدينستي بتاعتي عاليه، هل ده يبقى الانهيدرايت ولا يبقى السولت؟ دينستي عالية يبقى انهيدرايت، ولما تبقى قليلة سولت. حلو. الجمري ماشية حتة واحدة زي بعضها ولا اتغيرت؟ جمري حتة واحدة. كل الجمل قليلة دي مش ماشية حاجة واحدة سمت بعضها؟ طيب والنيوترون ماشية حاجة واحدة ولا اتغيرت؟ ثابت. والريزستيفتي عالية كلها ولا مش عالية، واصلة لحد الالفين اوم؟ ايه الكيرف الوحيد اللي فرق البادي ده عن البادي ده؟ ها؟ الدينستي صح؟ انه بادي البادي اللي بادئ من الحته دي لحد نهايه اللون الاصفر. البادي ده. اوكي. شايفين ده؟ الدينستي بس. والاصفر اللي تحتيه. حلو كده؟ يعني بصوا معايا انا بتكلم على الانترفال من اول هنا. بالظبط انا بتكلم على الانترفال من اول هنا مكان ما انا واقف اهو لحد نهايه الاصفر. حلو كده عرفتوا الانترفال؟ تمام. من اول هنا لحد نهايه الاصفر، الاثنين نفس الجمري صح؟ ونفس الدينستي. ونفس نفس الريزستيفيتي. ونفس النيوترون كمان صح؟ كلهم بالماينس. الكيرف الوحيد اللي فرقهم عن بعض ده الدينستي بتاعته عاليه قوي
وده الدنستي بتاعته قليله قوي صح؟ مظبوط تمام. لان ده الانهيدرايت، تعالى بقى نلونه عشان عينك تجيبه، ده هيبقى الانهيدرايت. امال انت كنت رايح ليه؟ ما انا انت اللي قلت واحد عزم. واحد صاحبي يا بابا. هو انت لو عم محمد عزمك مش هتروح له؟ ما عادش حد بس عشان عم محمد كده يفضحنا كلنا. ليه؟ ما تقوليش ليه؟ في حد نسي المايك مفتوح يا جماعه؟ تمام انا قفلت عليه. ماشي. انت قال لك تروح، انت اللي قلت لي تعالى. ماشي. يبقى ده البادي اللي فوق ده، ده بتاع الانهيدرايت، والبادي اللي تحت ده بتاع مين؟ يلا قولوا بقى. غالبا كلنا روحنا. بتاع السولت صح كده؟ اه تمام. طيب يلا بينا نعمل الكروس بلوت ونشوف فين السولت وفين الانهيدرايت وبقيه الليثولوجي بتاعه. افتح كلمه كروس بلوت في بلوت جوه بلوت، افتح كروس بلوت اهي، واحط الدنستي على الواي اكسس زي ما احنا كنا شايفينها في الباوربوينت من شويه، واحط النيوترون على الاكس اكسس، بيبقى مكتوب لي فوق اهو دي الاكس اكسس ودي الواي اكسس، واشد المنظر ده كده بالسكرول، واحط الايه التشارت بتاعي اهو بنسميه اللي هو السي بي 1 سي سي بي 1 دي، هو ده اسم البلوت عشان تشوفوا اللي هو سي بي سي سي بي 1 سي سي بي 1 دي نيوترون بروستي بالك دنستي، هو ده بتاع شلمبرجير. حد بقى فاكر لما كنت بحكي مع زميلتكم من شويه الاريا اللي هنا كان بيقع فيها مين؟ كانت فين الجزء اللي كان فوق هنا وكانت الدنستي بتاعته دايما قليله؟ الدنستي قليله سولت. ومين اللي كان بيقع تحت عند الدنستي العاليه؟ انهيدرايت. ده الخط بتاع مين؟ انه خط الاخضر ساندستون، ودوت اللي في النص اللايم بين اللايم تحت دولومايت. وقلنا الاريا اللي هنا اللي البروستي هتزيد فيها تبقى الاريا بتاعت مين؟ شيل. الشيل صح كده؟ طيب تعالى نلونهم ونشوف هيحصل ايه على اللوج بتاعنا. حلو كده؟ يعني انا لو جيت دلوقتي وخدت اللون الاولاني ده خليته ايديت عملته بالاحمر ورحت ملون الشويه دول ورجعت للكروس بلوت بتاعنا للاي اوت، الملح تلون ولا ما تلونش؟ اها تلون. في حاجه تانية تلونت بالاحمر؟ لا. يبقى دي الانترفال بتاعت الملح. طب رجعت تاني وخدت لون تاني رقم 2 وخليته بالموف عشان ده بتاع الانهيدرايت، ورحت ملون الشويه دول. خلي بالك البروست ايه عشان ما تتلخبطش، انا هجيب لك البروست على الاخر اهي. ده الزيرو بتاعنا، شايف الزيرو؟ دينستي بتزيد في الاتجاه ده والبروست بتزيد في الاتجاه ده زي ما كنا بنعمل من شويه على السوفت وير. بص بقى اللي تلون بالموف راح فين؟ ده انهيدرايت ولا مش انهيدرايت؟ جمع قليله، اكبر بس عشان تشوفوا. سو ستيل ناحيه الدولومايت برضو. فين ناحيه الدولومايت؟ انا هنا الكثافه بتاعتي على اول خط الدولومايت. على لا بس الدولومايت بتاعي الدينستي بتاعته بتبدا من عند 2.78 تمام؟ اوكي. لكن انا هنا بتكلم 2.9 فيما فوق. اوكي. ممكن على استحياء زي ما انت بتقولي اشيل جزء صغير مثلا منه. ماشي. يبقى كده احنا بنتكلم في انهيدرايت. حلو. الانهيدرايت بيتميز بايه؟ جامعه قليله، نيوترون بزيرو، دينستي عاليه جدا، ريزستيفتي عاليه جدا، صح؟ نفس الكلام اتطبق في الحته دي. اطلع فوق شويه، بادي انهيدرايت اهو، مش ده اللي احنا كنا البادي من شويه بنقارن اللي فوق باللي تحت؟ تمام. كانت حته الانهيدرايت اللي كانت فوق الملح على طول، الكروس بلوت اصطادها ولا ما اصطادهاش؟ اطلع فوق تاني، شايف؟ جامعه قليله، زيرو بروستي، دينستي عاليه، ريزستيفتي عاليه، انهيدرايت ولا مش انهيدرايت؟ انهيدرايت. اطلع فوق تاني، جامعه قليله، زيرو بروستي، دينستي عاليه جدا، ريزستيفتي عاليه جدا. حتى الاستريكه الصغيره خدناها معانا اهي، حتى البادي الكبير تاني بتاع الانهيدرايت خدناه معانا اهو، كل دي باديهات انهيدرايت جوه البير.
بمجرد ما انا علمت على الكروس بلوت لقطها معايا صح. جيت انا هنا ده الساند لاين، رحت جايب رقم 3 واخد شويه ساند ورحت راسم على اللاين بتاعي اهو، معلم على الساند كله اللي موجود على اللاين بتاعي اهو، ورجعت للبلوت خدت الساند اللي معايا ولا ما خدتوش؟ اه خدت. نزلت تحت تاني بادي الساند اللي هنا خدته معايا ولا ما خدتوش؟ يبقى الكروس بلوت بيساعدني ان انا اتعرف على الليثولوجي بسرعه ولا لا؟ تمام. طيب تعالى بقى نلعب لعبه مع بعض عشان الخبطك. مسحت انا الالوان كلها واديك المعادلات السحريه بتاعتي. تعالى بقى بالراحه هنفتح المعادلات. مش لو سمحت هندسه بس، هو ليه الكروس بلوت اللاين اللي هو بيريبريزنتد تو ساند ستون ليه مش كالبريتد على الزيرو؟ ليه بادئ بالماينس؟ لا مش بادئ بالماينس، اصل انت بتحرك السكيل عادي براحتك اهو، انت فاهم؟ هو بس الفكره كلها ان مش انت فاكر لما انا قلت لك الانهيدرايت والملح بيقعوا على النيجاتيف سكيل؟ بس انا ممكن اجي اعمل هنا واجي في بروبرتيز واجي على الهوريزونتال اقول له يوزر واخليها من 0 لبوينت 6، بدا من 0 ولا ما بداش؟ بدا من 0 صح؟ هي هي. لا مش هي هي، بس دلوقتي هو بدا من 0 صح؟ دلوقتي بس معلش انت مش شايف الانهيدرايت والملح، لان هما الاثنين بياخدوا سكيل بالماينس، وانا هشرح لك المره اللي جايه ليه السكيل بتاعهم بالماينس، انت مجرد بس عشان تديسبلي وتشوف النقط، فاهمني؟ تمام. تعالى بقى نعمل حركه سريعه عشان نقفل السيشن بتاعنا، ركز بقى معايا عشان نلخبطك شويه. اجي هنا اخد المعادله دي اللي انا عاملها للملح رقم 1 كوبي، دي معادلات انا عاملها من وجهه نظري لللوج ريسبونس بتاع كل اللي سولش، ممكن تغير فيها، واروح جاي هنا عامل حاجه اسمها ديفاين ان انا هعمل فلتر، انا عايز النقط اللي هيتطبق عليها الكلام ده فقط لا غير. المعادله دي بتاعت اني ليثولوجي الانهيدراي، لا انا خدت اول واحده بتاعت سولت. تمام سولت، ادوس اوكي. ايه اللي ظهر عندي في البلوت؟ مين اللي فاضل النقط بتاعت مين؟ بتاعت السولت بس اللي فوق الشمال. هاخد النقط، هدي لكل اللي سولوجي كود واحفظوا معايا الاكواد دي، يبقى رقم واحد هيبقى قيمه رقم واحد بتاعت السولت، حلو كده؟ اخش على اللي سولوجي اللي بعديه هاخد الانهيدرايت واعمل رايت كليك وهقول له ايديت وامسح المعادله الاولانيه واحط الثانيه. النقط بتاعت مين اللي ظهرت؟ الانهيدرايت. حلو، هاخد اللون الثاني رقم 2 واقول له سيلكت والون النقط دي. طبعا لو النقط كتيره ممكن بتاخد علامه في الجنب هنا اسمها بوليجون سيلكشن، وترسم بوليجون حوالين النقط بالمنظر ده كده، وتقفل عند اخر نقطه وتدوس انتر، هيروح ملون كل النقط عشان تتاكد ان انت ما راحش منك نقط، مش كده؟ طيب واجي على كلمه كروس بلوت اقول له دلت بقى البوليجونز دي انا مش عايزها خلاص. خش على المعادله رقم 3 الساند ستون كوبي، واقول له رايت كليك ايديت همسح، واقول له كنترول في ان انا عملت لها بيست. في بعض النقط هتنزل تحت. لا ايديت منين يا باشمهندس؟ او بنضيف منين؟ هو الحركات بس مش بتحصل لان يعني في مشكله في النت. لا بص احنا بناخد المعادله كوبي عشان بعمل رايت بيست، احطها فين؟ بعمل رايت كليك. رايت كليك فين؟ على الكروس بلوت، على البلوت نفسه، على البلوت نفسه في كلمه ايديت اهي ايديت. تمام، وبحط المعادله كنترول في عادي خالص. ايديت اهي كنترول في عادي. تمام. طيب كده احنا عملنا كل واحده سولوجي. بمسح اللي قبلها، بمسح اللي قبليها واحط الجديده. كده الكود الاولاني، الكود الاولاني للملح، الثاني انهيدرايت، الثالث ساند، لايم ستون، الرابع هيبقى لايم ستون. ماشي، اعمل ايديت واحط المعادله بتاعه اللايم ستون اهي، وروح ملون النقط دي باللون الازرق. ممكن زي ما اتفقنا ناخد البوليجون اللي في الجنب ده
ونرسم حوالين النقط كده ونديله انتر هيلون النقط بالازرق ونروح مسحين البوليجون بعد كده. فاضل مين؟ فاضل الشيل اهو. هروح جاي هنا عامل رايت كليك اديت واحط المعادله الاخرانيه جاب لي الاريا دي. اخد بقى رقم جديد عشان اقول له اد وان كلر عشان الالوان اللي عندي خلصت واخليها بالاخضر. واروح برضو عامل سيليكشن. ساعات ممكن تلاقي بعض النقط كومن مع حاجه تانية عشان المعادلات مش قران يعني. لا هو كده اتغبى معلش انا اسف. واعمل بوليجون تاني. تمام كده. هي دي الجزئية بتاع الدولومات ولا الشيل؟ لا انا ما رسمتش دولومات. دي الشير ريجون. دي المنطقه اللي البروستي هتزيد عن 15 او 20% رايح ناحيه الاريا بتاعه الشيل. بص بقى لو انا دلت الفلاتر كلها سبتها فاضيه ودوست اوكي شايف المنظر عامل ازاي. في بعض النقط ممكن تكون الايكويشنز ما جابتهاش فانا شايف من وجهه نظري ان دول هيتكملوا ساند عادي خالص اهم. ومثلا اللي فوق دول هيتكملوا شيل. خلي بالك الكروس بلوت مش هيظهر مكان الليثولوجي قرآن بالظبط. يعني السند واقع على السند. في حاجات ممكن تشفت عادي جدا. في نقط سودة هي ما خدتش الوان خالص شايفها بس الدنستي بتاعتها عاليه راح ناحيه ال2 و7 فانا ممكن اكملهم لايم ستون عادي. اخد الهاشرنج بتاع اللايم اهو والون الكلام ده باللايم ستون معايا. في حاجات هنا هارد قوي وصلت لاتنين وتسعة عمرها ما تكون لايم لان احنا اتفقنا ان اللايم لو ما فيهوش بروستي هيبقى 2.71. فالحاجات اللي هتبقى فيري هارد دي هتبقى ريليتد للدولومايت كلها وصلت لاتنين وتسعة والتلاتة والكلام ده كله تبع المنطقه دي خلاص. طيب انا ازاي عندي في الايه في الكروس بلوت صح كده؟ هرجع بقى للاي اوت. بص ايه اللي حصل. شايف انا كده علمت على الليثولوجي كله صح؟ بالظبط. كان ممكن واحد يقول لي بدل ما هستخدم المعادلات هلون على طول اخد الكلاستر الاولانيه اللي بواحد والون الملح، اخد الثانيه اللي باثنين وارسم اللي في الخط بتاع السند، ثلاثه وارسم اللايمستون، اربعه وارسم الانهيدرايت، خمسه وارسم الشيل صح؟ بس انا حبيت ان اوريك ان انت ممكن تعمل معادله تقدر تخطف بيها النقط بتاعت كل الليثولوجي واديكوا المعادلات دي وتقدر انت تاديت فيها. طيب عايز احول بقى الكلام ده لعمود جيولوجي لعمود في ليثولوجي اعمل ايه بقى؟ انت كده خلاص عملت لكل لون ليثولوجي بتاعه احفظوهم معايا ملح وانهيدرايت ساند ولايم وشيل. اقول له بعد اذنك كرييت ليبلنج فاريبل فروم سيليكشن اعمل لي لوج اسمه ليسو ديسكريت لوج. لما الاقي القيمه واحد يبقى ملح، لما الاقي اثنين يبقى انهيدرايت، لما الاقي ثلاثة انت، لما الاقي القيمة أربعة يبقى لايم، لما الاقي خمسة يبقى شيل. اتكريت فين اللوج ده بقى؟ هنبص هنا كده نزل عندي كيرف اسمه ليسو اهو. تعال ندلت بقى الكلام ده خلاص، هنقول له ديليت، شيل لي بقى الالوان ده انا خلصت، واحط اللوج هنا اهو. هقف على الهيدر بتاعه او على السكيل الاول. احنا عاملين كام ليثولوجي؟ ها؟ عملنا كام هاشرنج؟ خمسة ليثولوجي. خمسة صح؟ طيب هقف الاول على الهيدر هنا وهقول له بدل ما هو كلر اعملها حاجه اسمها باليت. بس طبعا الباليت دي بدل ما هي درجات الوان كده انا مش فاهم لها حاجه هعملها بالليثولوجي. فافتح ويندو ثالثه جديده اسمها باليت اهي سوري ديت ونختار اي واحده من اللي موجوده ونأديت فيها. نختار اي حاجه فيها ليثولوجي اهو ليسو 10 دي مثلا هنعمل لها اديت. هنعملهم خمسه ليثولوجي. طبعا الستارت بتاع الفيلنج في التيك لوج ما بيبداش من الصفر بيبدا من النص. انا عندي كام انترفال؟ عندي خمسه ليثولوجي يبقى من نص لخمسه ونص. الليثولوجي الاولاني لو نفتكر كان الملح هنسميه الهالايت اهو نختار الهاشرنج بتاع الهالايت. الليثولوجي الثاني كان الانهيدرايت اهو. الثالث كان الساند ستون نختار الساند ستون. الرابع كان الكالسايت اللي هو اللايم ستون. والاخير كان الشيل بتاعنا الشيل نختار الشيل فين الشيل اهو ونقول له علامه الصح دي يعني ابلاي ونسيفه نسميه مثلا باسمنا مثلا تغيير اوكي.
عملت الكولم بتاع الليسولوجي ولا ما عملتوش؟ اتعمل في كام دقيقه؟ في 10 دقائق، في 5 دقائق، تقدر تحطه هنا جنب الدينستينيوتر وتتفرج عليه. عملت بادي انهيدرايت، نشوف بقى الدنيا وهي رايقه كده. لما كنا بنقول الجامه قليله، الدينستي عاليه جدا، الريزستيفتي عاليه جدا، النيوترون بصفر او بالماينس، فده كان الانهيدرايت. بعدين قابلني الشيل اللي النيوترون بتزيد فيه، بتزيد في اتجاه البوينت 45، ده اتجاه الزياده في الشيل عشان الشيل افكت اللي اتكلمنا عليه، والجامه طبعا بتزيد، والريزستيفتي بتقل عشان الشيل كوندكتيف زي ما احنا اتفقنا. انزل تاني الاقي بادي انهيدرايت نفس الكلام، شيل انهيدرايت لحد ما اخش على السند، وهنتكلم على سكيل السند واللايم المره اللي جايه ان شاء الله. بس البادي ده، الحاجات المنوره دي، دي السند الكلين. الحاجات اللي مدربكه في بعضها ده بنسميه كونجلومريت، بيبقى سند على لايم على شيل، ميكس رهيب بالمنظر ده. بس انا قدرت من الكروس بلوطه الاوتو، شايف لما ابص على الميكس ده اعرف ان ده مش كلين سند مقارنه بالحلو ده. ده السيبريشن رايق هنا والدنيا منوره والجامه فيه قليله مقارنه بالدربكه اللي حاصله هنا والجامه العاليه معايا. جيت اقارن ما بين بعد كده ما بين الانهيدرايت والملح، الفرق الوحيد ما بين الكيرفين كان كيرف الكثافه، عالي جدا في الانهيدرايت، قليل جدا في اللايم. هنا ما تيجي تقرا الدينستي، هي بص اريا كام؟ 2 2 2 2 هنا زادت حته صغيره معلش 2.1 برضو اريا 2 برضو اريا 2 2.08 2.07 بس كله مبين ان الايه؟ ان الكثافه قليله جدا، جاما قليله جدا، نيوترون بالماينس، ريزستيفتي عاليه جدا، وده التيبيكال ريسبونس بتاع الانهيدرايت والملح. نزلت تاني اهو، قابلني بعد كده بادي ساند حلو اهو في الحته دي، ظهر معايا من الكروس بلوت حته الشيل واضحه زي الشمس اهي، النيوترون عاليه قوي. دايما كنت بعلمها لنفسي ان النيوترون بتجري والدينستي بتحاول تجري وراه، يبقى ده الشيل ريسبونس، جاما عاليه، نيوترون عالي، الدينستي بتحاول تلحقها، والريزستيفتي قليله بتقع في القيمه اهي عشان الشيل زي ما اتفقنا كوندكتيف لانه مليان ميه. ورجعت نزلت تاني في البوتوم على بادي انهيدرايت محترم اهو، برضه الريزستيفتي العاليه قوي مع الدينستي العاليه قوي مع النيوترون اللي بالماينس والجامه اللي تعتبر قليله. وهتلاقي دايما البف هنا في الانهيدرايت بيقرا 5، ادي 2 4 6 8 10، ده السكيل بتاعنا من 0 ل 10 او السكيل انت عامله فوق من 0 ل 10. هتلاقي الخط تقريبا ما بين الاربعه والسته اللي هو الراوند الخمسه. فقدرت انت من الكروس بلوت تعمل ليسولوجي انتربريتيشن في 10 دقائق. كده ابدا بقى مستريح بعد ما انا اتعرفت على الليسولوجي وعرفت فين الحتت اللي هتهمني. هل انا بقى اقعد ادور على الانهيدرايت والشيل؟ لا، انا السند اللي يهمني موجود في ثلاث حتت عندي جوه البير. في عندي ستريكه صغيره جدا اهي، البادي الفسفوسه الصغير ده لما نيجي نتكلم المره الجايه ونعمل له ايفالويشن، وفي عندي البادي الكبير الاساسي اللي هو المحترم ده، وفي بعد كده طبعا مع دوت يعني دي زون على بعضها كلها، وفي بقى الزون رقم 3 اللي هي موجوده تحت في البوتوم اللي هي دي، ودول اللي احنا هنهتم دايما ان احنا نحسب لهم البروستي والساتوريشن والشيل فوليوم. انا كده خلصت النهارده، هسيف طبعا البلوت كروس بلوت خلاص مش مشكله، مش عايز تسيبكم مش تفرق في حاجه. سيفت انا الكروس بلوت بتاعي هنا عشان نبدا الحسابات المره اللي جايه. اللي ليه بقى اي سؤال قبل ما نقفل السيشن يتفضل على طول. باشمهندس انا عندي سؤال. اكيد اتفضل. انا مش عندي كثافات لما تبقى اعلى من 3، ده بيبقى المعادن الصغيره ولا المعادن مالهاش دعوه بالصخور؟ تاني معلش، يعني شايفه ان الانهيدرايت وصل لحد 3.2 تقريبا، بيوصل لتلاتة تلاتة وشوية بالظبط، لأن هو أعلى كثافة في الصخور كلها. تمام. إيه بقى السؤال؟ معلش المعادن الثقيلة الكثافة بتاعتها تلاتة أكتر من 2.9، فهل ده ليه علاقة بده ولا ده زي الحيدرايت؟ هيبقى ليها دينستي عالية جدا. فهماني؟ سامعني ولا عشان الشبكة بتقطع عندك؟ سامعني؟ تمام. ممكن حضرتك تعيد الإجابة تاني؟ انت سامعني يا شباب؟ هو صوت راح صح؟ لا يا باشمهندس احنا سامعين حضرتك. بقول لك انا، انتوا سامعيني؟ ايوه، هي بتقول لحضرتك بس ممكن حضرتك تعيد الإجابة تاني؟
الفكره كلها اي هيفي مينرال اللي هي المعادن الثقيله اللي انت بتقولي عليها كل ده هيبقى ليه دينستي عاليه كثافه عاليه. يعني مثلا لو عندي حديد ايرن سامعيني كده يا شباب؟ تمام يا هندسه سامعين حضرتك. اي هيفي مينرال هيكون موجود عندي هياثر على كيرف الدينستي وهياثر على الريزستيفيتي زي الانهيدرايت. الانهيدرايت عمل ايه؟ رفع الدينستي ورفع الريزستيفيتي لان مفيش بروستي. طب لو عندي معدن زي الحديد زي البايرايت اللي هو الرمز الكيميائي بتاعه ايرن سلفايد اف اي اس 2 ده هيرفع الدينستي بسبب انه حديد واحنا عارفين ان الحديد كوندكتيف فهيقلل الكيرف بتاع الريزستيفيتي. فكل المعادن الثقيله دي بتاثر على الدينستي والريزستيفيتي. تمام يا شباب؟ تمام يا هندسه. حد ليه اسئله ثانيه؟ طيب اتفضلي. لو سمحت يا هندسه، هو في اورشي ايكويشن لما اورشي حط الاسامشن بتاعه بناء ان هو هوموجينيوس ليثولوجي، فعلى اي اساس بقى انا بستخدمه في الفيلد والفيلد اصلا ما فيش في رياليتي ان انا الاقي هوموجينيوس؟ لا، انت بتستخدم ارشي في الكلين ريزرفوار. يعني لما بتلاقي كلين ساند او كلين كربونيت بتستخدم ارشي. اي حاجه تانية هتبقى شيلي ساند او شيلي كربونيت هنستخدم معادلات تانية، ودي اللي هنقولها المره اللي جايه ان شاء الله. يعني انا اصلا في الطبيعه ان انا ممكن الاقي كلين ساند ستون، ده بيحصل؟ طبعا. ايوه طبعا. اهو هو البادي اللي قدامك ده عباره عن ايه؟ البادي الكلين دوت اللي فيه السيباريشن الاصفر ده ايه؟ ما هو ده كلين ساندستون. ما مفهوم الكلين ساندستون؟ ان الشيل يكون اقل من 15%. يعني ما اقولش ان الشيل زيرو، مش هتلاقي اي حاجه فيها الشيل زيرو. تلاقي 1% 2% 3% بس ماكسيمم لحد 15% بعتبر ان دوت كلين فورميشن. تمام، شكرا حضرتك. تسلم. بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا يا باشمهندس وعلى المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا. حضرنا الكرام، ان شاء الله نحدد السيشن اللي جاي مع بعض، هو تقريبا يبقى الاربع باذن الله، فنظبطها كده مع بعض ان شاء الله. وزي ما قلت لكم بعد ما نخلص العيد شوفوا لو حابين برضو نتقابل في سيشن رابع على حسب امتحاناتكم، انا يعني تحت امركم في اي وقت ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك يا باشمهندس. توفيق للجميع يا رب. توفيق. كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على خير. انت من اهله وانت طيبة وبألف خير. شكرا لكم كلكم. السلام يا رب. مع الف سلامة. مع السلامة. طيب.